السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ مش عارفه انتوا سامعيني كده صوت واضح؟ ممكن بس نعمل ريز هاند لو سامعين الصوت. تمام. طيب بصوا، انا عايزه بس افتح المايك بتاع حد فيكم، وان شاء الله في الاخر هفتح المايك، او لو حد عايز يسالني في نص يعمل ريز هاند بحيث اعرف افتح له المايك. تمام، انتوا الديفولت بتاعكم دلوقتي ان المايك مقفول. عايزه حد بس يفضل فاتح معايا المايك علشان لو اغير السكرين او اعدلت حاجة، يعني ابقى عارفة ان انتوا شايفين اللي انا بعرضه. فممكن حد يبقى يعمل ريز هاند بس عشان افتح المايك بتاعي. اوكي تمام، اميرة عبد الله هعمل لك اميرة. اميرة تمام. أميرة، انتوا كده كلكم شايفين البرزنتيشن اللي انا عرضوها، لأولها ال biosciences of natural product revision، صح كده؟ انا ما سمعتش حاجة منك يا أميرة. انا عايزة حد بس يرد عليا يقول لي احنا شايفين الكلام ده ولا ايه. حد مش بس باين يعمل يا raise hand دكتور. عشان مش باين. ايوه كده يا دكتور، تمام. كده باينة صح؟ ايوه تمام. طيب ثانية واحدة بس. تمام، اعتقد كده البرزنتيشن واضحة. تمام كده. اه تمام. طيب تمام، نبدأ بقى. هسيب المايك بتاعك يا أميرة اوكي مفتوح، بحيث لو في حاجة او حاجة مبقتش واضحة عندكم تقولوا. تمام. السلام عليكم. يا رب تكونوا شفتوا التو ليكتشرز بتوعي. انا هجمع معاكم النهارده معظم الحاجات المهمه في المحاضرتين، ولو في اي حد عنده سؤال في النص ممكن يسالني زي ما قلت، وفي الاخر هيبقى في وقت علشان نجاوب كل الاسئله مع بعض ونشوف ازاي هنحل مع بعض ال constructing units. طيب الاول بس عشان نبقى عارفين، الجزء بتاعي ده يعتبر اصغر جزء في المنهج، هو عليه ان شاء الله 12 درجه من الدرجه بتاعه النظري. تمام. معظم الدرجة هتبقى في الجزء بتاع دكتور محمد ودكتور مسعودة ودكتور آية، عشان العدد بتاع الليكتشرز. تمام. فالجزء بتاع البايوسينسز ده عليه 12 درجة including النظري والأورال. تمام. طيب نراجع كده مع بعض، احنا اتكلمنا على ايه في البايوسينسز. طبعا اخدنا الديفينيشن بتاع البايوسينسز والبايوجينسز. اوكي، فعايزاكم تبقوا عارفين الديفينيشنز دي، واخدنا برضو الديفينيشن بتاع البرايمري والسكندري ميتابولايتس، بس دي انتوا اوريدي خدتوها قبل كده، فمش مهم الديفينيشن بتاع البرايمري والسكندري ميتابولايتس، دي اوريدي معلومات انتوا عارفينها. تمام. طيب السيجنفيكانس بتاع ستادينج بايوسينسز ده طبعا مهم قوي، نبقى عارفين اهميته بالنسبه للستودنتس الريسيرشر في حاله الدراج ديسكفري، مهمه قوي، او في عمليه الدراج ديزاين، وفي الانجينير بايوسينسز برضو نبقى عارفينها، ونعرف برضو الاكزامبل بتاعها اللي هو الاوبيات بايوسينسز ان يست. انا زي ما وضحت برضو في الليكتشر ان احنا يعني في الجزء بتاع الاوبيات بايوسينسز ان يست، بس نعرف ان هو اكزامبل على انجينيرد بايوسينسز، على الابلكيشن بتاع الانجينيرد بايوسينسز استخدموه يعني في الاوبيات بايوسينسز ان يست. تمام. زي برضو ما قلت لكم، اهم حاجه بقى عندنا ان احنا نبدا نعرف الفاندمنتال بروسيس في البايوسنسز. تمام. طيب بالنسبه للفاندمنتال بروسيس ان بايوسنسز، الدايجرام ده كان موضح كل الحاجات المهمه في او كل البايوسنسيتك بروسيس المهمه، وده طبعا اتشرح بالتفصيل في المحاضره، والدايجرام ده ملخص كل الحاجات اللي هي المفروض هنذاكرها في الفاندمنتال بروسيس في البايوسنسز. طبعا ما ننساش انه الانرجي بروديوسنج بروسيسز اللي هم الفوتوسينثيسز والجلايكوليسيس والكريبس سايكل، والبروسيس الثانيه اللي هي نون انرجي بروديوسنج اللي هم البنتوس فوسفيت باث واي، الميفالونيت باث واي، والنون ميفالونيت باث واي في الايزوكرينويد سينثيسز.
الباوربوينت فصل. تمام، ثواني بس يا أميرة معلش. كده الباوربوينت بقى واضح عندكم صح؟ ممكن بس نعمل ريفهم. تمام شكرا. اوكي طيب، زي ما قلنا دولت المين بايثون سيتك بروسيسز اللي احنا اتكلمنا عليهم بالتفصيل في المحاضره. طيب زي ما قلت عايزه نفرق ايه الانرجي بروديوسنج بروسيس، دي مهمه قوي نبقى عارفينها. والانرجي طبعا بتبقى ان ذا فورم اوف اي تي بي. نعرف برضو البرودكت او الحاجة النهائية اللي بحصل عليها من باقي البايوسينثيتك باثواي، يعني مثلا زي الميفالونيت والنون ميفالونيت باثواي علشان الايزوبرينويد بايوسينثيس، البنتوس فوسفيت باثواي او الابريفيشن بتاعه علشان النيوكليك اسيد سينثيس. تمام، وبرضو حاجة كمان مهمة ان احنا نبقى عارفين انهي من الباثوايز دي بتبقى موجودة في المامالز بس، وانهي موجودة في البلانتس، وانهي موجودة في المامالز والبلانت سيل. وبرضو زي ما قلنا مع بعض احنا ايه الهدف بتاعنا، ان احنا بنعرف الميتابوليك باثواي دي علشان نعرف البايوسينثيتك انترميديت او اللي عرفنا بعد كده ان هي الكونستراكتنج يونتس او البيلدينج بلوكس علشان السكندري ميتابولايت فورميشن بالديفرنت كلاسز اللي اخدناها بالتفصيل. الدايجرامز دي كانت موجوده في الليكتشر الاولانيه، هي الدايجرام ده الملخص بتاع كل حاجه من البايوسينثيتك باثواي اللي اخدناهم في اول محاضره. يعني مثلا في الفوتوسينثيس نعرف اللي هو اللايت رياكشن الدارك رياكشن، زي ما قلت لكم بنعرف اسم البروسيس ايه، نعرف الحاجه اللي بتطلع منها البرودكت اللي بيطلع، وبنعرف لو في انترميديت. طبعا في الفوتوسينثيس مفيش اي انترميديت بيبقى موجود فيها. طيب وبعد كده اتكلمنا على الجلايكوليسيس وعلى الكريب سايكل، قلنا ان دولت اكزامبل على الايروبيك سيلولار ريسبيريشن. تمام، انا كل حاجه في الليكتشر انا عايزاكم بس تبقوا عارفين الدايجرام اللي في الاخر، بيبقى سهل في المذاكره وسهل كمان ان انتوا تفتكروه. تمام طيب، وبرده بعد كده اتكلمنا على البنتوس فوسفيت باثوي، ودي قلنا اهم حاجه فيها انه مفيش انرجي بتتكون فيها، وهي مينلي علشان النيوكليك اسيد بايوسينثيسز، ودي فيها تو امبورتنت انترميديتس اللي هم الريبوز 5 فوسفيت ده علشان السينثيسز بتاع النيوكليوتايد، والاريثروز 4 فوسفيت ده علشان الاروماتيك كومباوند سينثيسز زي ما اخدنا بعد كده في الشيكانيك اسيد باثوي. طيب بالنسبه بقى للكريبس سايكل، بالنسبه للميفالونيت والنون ميفالونيت باثوي، دول نذاكر معظم التفاصيل بتاعتهم من المحاضرات، من السلايد بتاع المحاضرات. تمام، يبقى ده بالنسبه للكريبس سايكل الميفالونيت والنون ميفالونيت باثوي. هو فيهم حاجات زي دايجرام كده ملخصاهم، بس فيهم حاجات كتير اكتر يعني، او داتا اكتر موجوده في الليكتشر في السلايد الاساسيه بتاعه الليكتشر، فنرجع للسلايد الاساسيه بتاعه الليكتشر. طيب كمان هيهمني في كل الباثويز دولت او في الفايف باثوي دول ان احنا هنبقى عارفين الديفرنت نيمز والابريفيشنز بتاع الباثوي في كل حاجه فيهم. يعني انا ممكن مثلا في الامتحان اكتب الميفالونيك اسيد باثوي، او اكتبه ام في اي، او اكتبه حتى هيدروكسي ميثايل جلوترايل كو اي باثوي. تمام، على حسب الانزيم بتاعه. برده في النون ميفالونيك باثوي نعرف كل الابريفيشن بتاعته، الكريب سايكل نعرف برضو الاسامي المختلفه بتاعتها، السيتريك اسيد سايكل التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. يبقى انا هيهمني قوي الديفرنت نيمز والابريفيشن بتاعه الباثويز المختلفه. طيب لحد دلوقتي في حد عنده اي مشكله او اي سؤال في الجزئيه دي؟ لو حد عنده مشكله ممكن يعمل ريز هاند. اوكي طيب، اميره انت عندك سؤال ولا لا؟ انت ماشي. في محمد عبد العال، انا هفتح المايك بتاعك يا محمد. اوكي ممكن محمد لو في سؤال تقول. مفيش، سوري منى طلع نبيل. ماشي
دكتور، هو انا عايز اسال حضرتك بس على الستركتشر مثلا بتاع اللايزين والميثيونين، هما دول مهمين ولا ايه الستركتشر مثلا في البارت ده مهم؟ طيب تمام. بصوا، علشان برضو الجزء بتاع الاستراكشر ده معظم زمايلنا بيسأل عليه، فالاستراكشر انا مش عايزاكم تعرفوا استراكشر، تمام؟ بس نبقى عارفين في الكرابس سايكل مثلا انه في تو امبورتنت انترميديت اللي هم الاوكزالو اسيتيك اسيد والاوكزوجلوتاريك اسيد، ونعرف الحاجات اللي بتطلع منهم. يعني الاوكزالو اسيتيك بيطلع منه بعد كده ال اسبارتيك اللي بيتكسر بيبقى ال لايسين، والامينو اسيد ال وال ال اونيسين، تمام؟ والاوكزالو جلوتاريك والاوكزوجلوتاريك اسيد ان هو بيطلع بعد كده جلوتاميك اسيد، وبعد كده بيتحول ل ال اونيسين. انما استراكشر انا مش هسال في استراكشر، انما هسال الاسامي بتاعت الامينو اسيد او الانترميديت كومباوند اللي بيطلع من كل باثوي، تمام؟ التو ستراكشر الوحيدين اللي نبقى عارفينهم اللي هم بتوع الايزوبرينويد، هم دول، ولما هنوصل لهم هاكد عليهم تاني. دول التو ستراكشرز بس اللي عايزاكم تعرفوهم الرسمه بتاعته، انما غير كده كل الجزء ده ما فيهوش اي ستراكشر. تمام كده يا منى، وضحت الاجابه بتاعت السؤال ولا؟ يا دكتور ميرسي جدا. اوكي شكرا. طيب في برضو احمد مصطفى. احمد في سؤال او حاجه؟ احمد طيب ما فيش سؤال عند احمد. اوكي تمام كده، مش شايفه حد فتح المايك تاني، لا او سوري ما حدش عامل ريز هاند. طيب في تقريبا مصطفى سعد محمد نوري عامل ريز هاند بس مفيش حاجة. اي يا دكتور، انا نعم؟ نجعين مش مصطفى. انا نجعين. نجعين مش مصطفى. سوري انا نجعين، معلش. دكتور، هو كان في حضرتك عاملة التيبل كده اللي فيه ال starting materials وال intermediates وكده، كان في اخر جدول اللي كان فيه ال mevalonate وال non-mevalonate، حضرتك كاتبه في الانترميديت ان هي الايزوبرينويد والدي ام اي بي. هو مش الميفالونيك، الانترميديت انفالونيت، سوري، الانترميديت هو الميفالونيك اسيد باس واي، والنون انترميديت اللي هو الام اي بي والدي او اكس بي. بصي، هو مش يعني هي المهم في الانترميديت كومباوند قصدنا بيها ايه؟ مش قصدنا بيها ناحيه البايسنتيك باس واي نفسه، احنا مش الايم بتاعنا ان احنا نذاكر او نعرف البايسنتيك باث واي، عشان كده انا مش بركز عليه. هنا مقصود بيه انترميديت كومباوند علشان بستخدمه بعد كده ككونستراكتنج يونت، تمام؟ فده ده معنى كلمه ان هو انترميديت كومباوند هنا، انما مش انترميديت كومباوند في البايسنتيك باث واي، تمام؟ يعني مثلا لو مثلا في حاجه بيسال على الانترميديت مثلا بتاع الميفالونيت باث واي، اكتب ان هو الاي بي بي ولا الميفالونيك اسيد؟ او لا، الاي بي بي او الام بي اي او سوري او الدي ام اي بي، تمام؟ اللي هو دايميثايل الاي بايروفوسفيت، دولة الانترميديت كومباوند، تمام؟ انما اللي هو التاني بقى يعني سايف الفالونيك اسيد وكده، لا ده انت عندك اللي هو الستارتنج ماتيريال اللي عندك، تمام؟ اوكي. في آية برضو، تقريبا يمنى. في سؤال يمنى ولا لأ؟ المفروض فاتحة المايك عندك. مفيش. طيب أيوة يا دكتور، أنا يمنى. طب تمام. المايك فتح متأخر. أوكي. أنا برضو كان عندي نفس السؤال اللي هو بتاع الـ end product والـ intermediate، في جزء الميفالونيت والنون ميفالونيت. طب ما هو كده يا دكتور برضه الاند برودكت مكتوب الايزوبرين يونت، مش الايزوبرين يونت هما برضه الاي بي بي والدي ام اي بي بي؟ بالظبط كده. يعني الاند برودكت هو الانترميديت. بصي، هو برضه نفس السؤال بتاع لوجين، هي الفكره ان بس المقصود هنا ان هو انترميديت كومباوند مهم بعد كده ككونستراكتنج يونت بس.
هي دي يعني ماليش دعوة بالميثالونيك أسيد خالص. لا ما يعني ماليش علاقة بيها. انا حتى في معظم في كل الباث سينثيتك باث واي انا مش مركزة قوي على الستارتنج ماتيريال. انا هكمل مع بعض التيبل اللي انتوا بتسألوا فيه، وده كده التيبل اللي احنا بنسأل فيه، تمام؟ فهنا انا الستارتنج ماتيريال مش مركزة عليها قوي، انا مركزة على اسم الميتابوليك باث واي، اوكي، وعلى الاند برودكت اللي بيطلع منه. حتى الهاي انرجي مولكيول مش مهم قوي نبقى عارفينهم، بس المهم نعرف مين الانرجي بروديوسينج بروسيس اللي هم الفوتوسينثيز الجلايكوليسيس والكريب سايكل، والباقي البروسيس نعرف هي بنستخدمها في ايه. يعني البنتوز فوسفيت باث واي بستخدمها في ايه، والميفالونيت والنون ميفالونيت بستخدمها في ايه، تمام؟ طيب بالنسبه بقى لين امبورتنت انترميديت، انا هيهمني في كريب سايكل اه الاوكسالو اسيتيك والتو اوكسوجلوتاريك هم انترميديت فعليا في السايكل نفسها، والبنتوز فوسفيت باث واي برده عندنا دول الارثروز 4 فوسفيت والرايبوز برضو انترميديت، تمام؟ الميفالونيت والنون ميفالونيت هو ده او اند برودكت، بس برضو انترميديت انا بستخدمه بعد كده في كاكونستراكتنج. بس هو ده اللي انا عايزاكم تبقوا عارفينه في الجزئيه دي. انما مش هاجي اسال في ديتيلز بتاع الباثوي نفسه او الستبس بتاعته، تمام كده؟ اعتقد الجزئيه دي كده وضحت ولا فيها لسه مشكله؟ لا تمام كده. طيب هو في أميرة أعتقد فتح المايك، أو سوري هتسأل. هو أميرة في سؤال ولا لأ؟ تمام. أه أميرة أنا فتحت من الأول صح. طيب أيوه تمام. أوكي في حد تاني يا جماعة كده عنده سؤال أو حاجة؟ شايف في ناس عاملة ريز هاند بس مش بيقولوا حاجة. يعني ايه طه انا فاتحة المايك بس ما فيش حاجة. اوكي ندى خالد في سؤال يا ندى؟ طيب ندى احنا مفيش حاجة. طيب تمام نكمل بعد كده الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها. زي ما قلت يبقى احنا ده الجزء الاولاني، وكان اهم حاجة في الليكتشر الاولانية الـ 5 أو الـ 6 biosynthetic pathway، ومهم قوي نعرف الانزيم تارجت اللي استخدمناهم بعد كده في الدراج ديزاين اللي هو في الستاتين والفوسفيدوماس. طيب بالنسبة للكريب سايكل، تمام، دولت التو امبورتنت انترميديتس بتاعهم اللي هم الاوكسالو اسيتيك والتو اوكسوجلوتاريك اسيد. وزي ما قلت انا بعرف بس اسامي الحاجات اللي طالعه منهم. يعني الاوكسالو اسيتيك نعرف ان هو بيكون ال اسبارتيك اسيد اللي بعد كده بيبقى ال لايسين وال ميثيونين، وبرده التو اوكسوجلوتاريك اسيد بيكون لي بعد كده ال جلوتاميك اسيد اللي بعد كده بيبقى ال اورنيثين. وطبعا احنا اخدنا بعد كده بقى في الكونستراكتنج يونت ان ال اورنيثين ده هو السورس بتاع constructing unit، واللي اخدنا برضو الميثيونين ده في اللي هو C1 unit. اوكي فاحنا هنلاقي انه بدا الليكتشر الاولانيه بنبني عليها حاجات في الليكتشر الثاني. طيب وبرضو الامبورتنت انترميديت اللي هم C5 units دول التو ستراكشر الوحيدين زي ما قلت لكم اللي انا عايزاكم تبقوا عارفينهم، اللي هم الاي بي بي اللي هو الايزوبنتينويل بايروفوسفيت والدايميثايل الايل بايروفوسفيت. وانا عايزاكم تعرفوا الاستراكشر، مش هيهمني طبعا الفوسفات نيوكلياس الموجوده في الاخر، تمام، بس انا هيهمني الاستراكشر نفسه بتاع السي 5 يونتس. طيب انا ليه بيهمني الاستراكشر بتاع السي 5 يونتس؟ علشان تبقوا عارفين تطلعوها ككونستراكتنج يونت، ان انا بعرفهم من البرانش اللي موجود الجزء اللي فوق ده اللي عامل شويه زي الشوكه، هحاول اعمل لكم عليه. اوكي انا عامل في الثانيه بيبقى عندي الجزء اللي عامل زي الشوكه ده البرانش ده، تمام، وبعدين بيبقى في عندي 3 كربونات، تمام. فانا لما بلاقي الشكل ده اللي عامل زي الشوكه اللي فوق وبعدين الجزء اللي تحت ده الثلاثه كربون يونت، يبقى دي انا عندي كده الايزوبرين يونت او السي 5 يونت. علشان بعد كده في الكونستراكتنج يونت مهم ان احنا نبقى عارفين شكل الايزوبرين يونت عشان نعرف نطلعها من على الاستراكشر. طيب
وبرضو مهم قوي ان احنا نعرف الاكزامبل على السيجنيفيكانس اوف بايوسنسز في الدراج ديزاين، زي ما اخدنا الستاتين تمام، وقلنا ان الستاتين انهبيتور للهيدروكسيميثايل جلوترايل كو اي ريدكتيز انزيم في الميفالونيك اسيد باث واي او الميفالونيت باث واي، والفوسميدومايسين اللي هو كانتي بايوتيك وانتي مالاريال دراج وبيعمل انهبيشن للدوكسيزايلولوز فوسفيت باث واي تمام، انزيم سوري في النون ميفالونيت باث واي. طيب وحاجة كمان برضو ان احنا نبقى عارفين اهمية النون-فالونيت باثوي، علشان الباثوي ده موجود بس في البلانتس وفي البكتيريا، انما مش موجود سوري في البلانتس وفي الفونجاي وفي البكتيريا، انما مش موجود في الانيمالز. سو ان لما انا باجي بعمل انهبيشن لانزيم في النون-فالونيت باثوي ده، بيبقى التوكسيستي بتاعته بالنسبة للهيومن او الانيمالز بتبقى قليلة قوي او تكاد تكون منعدمة، لان الباثوي ده موجود بس في البلانتس، موجود بس في الفنجاي والبكتيريا. طيب لغاية دلوقتي يا جماعة في حد عنده مشكلة او عنده اي سؤال في الجزئية اللي انا قلتها دي؟ طيب بعد كده بدأنا في المحاضرة التانية وتكلمنا على البايو سنسز بتاع بلانت سكندري ميتابولايت، واحنا قسمناهم لايه؟ قسمناهم السكندري ميتابولايت على حسب بقى النيوكليوس الاساسية، قسمناهم لايزوبرينويدز، وقسمناهم للاروماتيك كومباوندز، وقسمناهم للالكالويدز تمام. فقلنا اننا ممكن اي حاجه من السكندري ميتابولايت تتقسم على الثلاثه كاتيجوريز دي على حسب البايوسينثيتيك باث واي بتاعها. طيب بعدين على حسب البايوس، واخدنا الاكزامبلز بتاعهم طبعا في المحاضره، في الايزوبرينويد قلنا اكزامبل عليهم التربينويدز البولاتايل اويل الستيرولز والكاروتينويد، الاروماتيك كومباوند اي كومباوند عندي فيه اروماتيك رينج، سواء بقى كان فلافونويد فينوليك تانينز لجنان اي حاجه فيها اروماتيك رينج، والالكالويد طبعا عارفين احنا الستراكشر بتاعها اي نيتروجينوس كومباوند. طيب هنا بقى انا مزوده لكم البايوسينثيتيك باث واي اللي بيجي منه كل حاجه من الثلاثه كاتيجوري دي، يعني الايزوبرينويد بتبقى موجوده في من الميفالونيت والنون ميفالونيت باث واي، الاروماتيك كومباوند زي ما اخذنا مع بعض قلنا ان هي بتتكون بطريقتين، يا اما بالشيكيميك اسيد باث واي يا اما عن طريق البوليكيتايد سايكلايزيشن. طيب بالنسبة للألكالويد أو النيتروجين كونتيننج كومباوند قلنا إن هما بيتكونوا من أمينو أسيدز، والأمينو أسيدز دي معظمها تبقى جاية من انترميديت كومباوندز في الباثويز المختلفة، عشان كده دي أهمية للانترميديت كومباوند اللي أنا كنت مركزة عليها من شوية. طيب بالنسبة بقى للأيزوبرينويد بايوسنسز تمام، طيب طبعا السلايد دي مجمعة كل الحاجات المهمة في الجزء بتاع الايزوبرينويد بايوسنسز. هنا الستراكشر بتاع الايزوبرينويد اللي هو التربين، وبعد كده التراي تربين والتترا تربين او الكاروتينويد. بالنسبة للتربين احنا زي ما قلنا في المحاضرة، الحاجات اللي بتتكون من سي 10 لسي 20 بتتكون عن طريق ايه؟ عن طريق chain elongation للايزوبرين يونتس تمام، سواء بقى هيبقى عندي الاول جيرانايل بايروفوسفيت ده السورس بتاع المونوتربين، الفارنيزايل بايروفوسفيت ده السورس بتاع السيسكتربين، او الجيرانايل جيرانايل بايروفوسفيت ده السورس بتاع الدايتربين. طيب التربين زي ما قلنا اللي بتتكون من 30 كربون يونت او 40 كربون يونت، دي بتتكون بطريقه مختلفه، انه بيحصل هيد تو هيد كوندنسيشن لتو يونتس من الفارنيزايل كومباوند، وبيديني كومباوند اللي هو الاسكوالين، وده البريكورسر او الاساس بتاع كل التربينويد والستيل. وبرده التو جيرانايل جيرانايل بايروفوسفيت او اللي هو السي 20 كومباوند بيحصل لهم برده هيد تو هيد كوندنسيشن، وبيكونوا لي الفايتوين او السي 40 كاربون اللي هم بيديني كل السورس بتاع التترا تربين والكاروتينويد. طيب طبعا كل الحاجات بتاعه الايزوبرينويد دي هي متلخصه في السلايد دي، وبرده متلخصه في التيبل ده، يعني انا ممكن اسال في مونوتربين، اسال طبعا مونوتربين معروف ان هي 10 كربون اتوم، اسال ايه الستارتنج ماتيريال، اسال ايه البريكورسر بتاعها. الاكزامبل مش مهم، بس المهم عندي في الجزء بتاع التربينويدز دي ان نبقى عارفين اسم الكلاس اللي عندي ايه في التربينويد، نعرف النمبر اوف كربون اتوم، الستارتنج ماتيريال ايه، والبريكورسر بتاعها. بالنسبه للاروماتيك كومباوند البايوسنسز بتاعها، اخذنا التو باثويز اللي هما الشيكيميك اسيد باثوي، طبعا هيهمني الستارتنج ماتيريال اللي بيكونوا لي الشيكيميك اسيد. هنا موجود عندنا الانترميديت كومباوند اللي بتطلع منه، طيب وقلنا في عندنا تو امبورتنت انترميديت كومباوند اللي هما الكوريزميك اسيد اللي بيطلع لي ال تريبتوفان، والبريفينيك اسيد اللي بيكون بعد كده ال تايروزين وال فينايل امين.
طبعا في السلايد بتاعة المحاضرة كان في أسامي كتيرة الأمينو أسيد موجودة، وأسامي كتيرة للبروسيس من السكندري ميتابولايت بتتكون منهم. أنا التلاتة أمينو أسيد دول هما دول اللي عايزاكم تبقوا حافظينهم، هما دول المهمين اللي نبقى حافظينهم. نبقى حافظين ال تريبتوفان بيجي من الكوريزميك أسيد، ال تايروزين وال فينايل ألانين من التريبتوفانيك أسيد. طيب وشمعنا التلاتة أمينو أسيد دول؟ لان زي ما هناخد مع بعض دلوقتي هنراجع مع بعض زي ما اخدنا في المحاضرات، ال تايروزين وال فينايل الانين دول السورس بتاع الكونستراكتنج يونت اللي قدامنا دول، سواء سي 6 سي 3 او الابريفيشن بتاعها او السي 6 سي 2 ان. وال تريبتوفان ده برضو السورس بتاع الكونستراكتنج يونت اللي هي بتبقى اندول سي 2 ان. برضو الجزئيه دي مهمه لانه برضو في ناس كتير سالوني على الجزئيه دي. السلايد دي كان فيها حاجات كتير بس دي بس معلومات كده تقروها. الحاجه اللي عايزاكم تبقوا عارفينها منها هما الثلاثه امينو اسيد دول علشان دول السورس بتاع امبورتنت كونستراكتنج يونتس. طيب وبرضو تاني حاجه في الاروماتيك بايوسنسز هو البوليكيتايد فورميشن امبلانت. هيهمني برضو نعرف اسم الانزيم المسؤول عن البوليكيتايد سنسز اللي هو البوليكيتايد سنسيز انزيم الابريفيشن بتاعه، ونعرف ان هو بلانت تايب 3. وبرده زي ما اتكلمت بالتفصيل في المحاضره ان هو الرياكشن كله عباره عن ايه، بيبقى عندي ستارتر مولكيول اكستندر مولكيول. الاكستندر ثابت اللي هو المالونايل كو اي، والستارتر هو اللي بيتغير. وبيحصل 3 ستبس كوندنسيشن وديكربوكسيليشن مع بعض، وبعد كده بيحصل سايكلايزيشن علشان يديني البوليكيتايد كومباوند. وبرضه زي ما اكدنا في المحاضرات ان الاستراكشر بيختلف بتاع البوليكيتايد علشان different starter substrate اللي موجودة عندي، وبعدين different reaction اللي ممكن تحصل للاستراكشر نفسه. التابل ده برضه موضح التو biosynthetic pathway بتوع الاروماتيك compound biosynthesis او الشيكيميك acid pathway. هنا الرياكتنت مهم قوي او الستارتنج ماتيريال فوسفوينيل بايروفيك اسيد الاريثروز 4 فوسفيت، تمام، وده 4 كربون شوجر. ومهم نبقى فاكرين ان هو بيطلع من البنتوز فوسفيت باث واي. الاند برودكت معظم الاروماتيك كومباوند وهنعرفهم منين، ان انا عندي بيبقى فيها اورثو ريليتد فينوليك او اتش، والامبورتنت انترميديت زي ما قلنا الكاريزميك اسيد والبريفينيك اسيد. بالنسبه للبوليكيتايد سايكلايزيشن مهم نعرف اسم الانزيم الابريفيشن بتاعه، نعرف ان الستارتر موليكيول زي ما اخدنا في المحاضره في عندي فرايتي كتيره قوي، بس اللي علينا بس حفظ اللي هو الباراكومارويل كو اي. نعرف ان ده ستارتر موليكيول مسؤول عن الفورميشن بتاع الشالكون. الاكستندر موليكيول بيبقى ثابت اللي هو المانونايل كو اي. هنا بقى البوليكيتايد سايكلايزيشن ده مسؤول عن اي اروماتيك كومباوند في ميتا ريليتد فينوليك او اتش جروب. الانترميديت اللي هو بولي بيتا كيتوتشين. بالنسبه للالكالويد امينو اسيد سوري الالكالويد بايوسنسز، هنا مهم نعرف ايه الامينو اسيد المهمه وبتبقى جايه من انهي باث واي وهي كانترميديت كومباوند. طيب زي ما قلنا من شويه في الشيكيميك اسيد عندنا الانترميديت كومباوند اللي فيه البريفينيك اسيد المسؤول عن الفورميشن بتاع ال تايروزين وال فينايل الانين، وعندي الكوريزميك اسيد المسؤول عن الفورميشن بتاع ال تريبتوفان. وبالنسبه للكريبس سايكل عندي ال2 اوكسوجلوتاليك اسيد ده انترميديت مسؤول عن فورميشن بتاع ال اورنيسين، بس ما ننساش ان في الاول بيتكون ال2 اوكسوجلوتاميك اسيد زي ما اخدنا في الكريبس سايكل. طيب وفي الاوكسالو او الاوكسالو اسيتيك اسيد ده الثاني امبورتنت انترميديت بيتكون من الكريبس سايكل، وبعدين زي ما اخدنا في الكريبس سايكل من شويه ان هو بيتحول لل ال اسبارتيت، وبعدين بيتكسر لل لايسين كومباوند. كده احنا اتكلمنا على التقسيمه بتاعه الثلاثه بتاعه الكلاسز بتاعه السكندري ميتابولايت على حسب البايوسينثيتيك باث واي بتاعهم. طيب لغايه دلوقتي في الجزئيه دي عايز اعرف لو في حد عنده اي سؤال ممكن نعمل ريز هاند. اوكي تمام يا جماعه. ماشي يا جماعه ممكن تكلمني ولا في سؤال؟ دكتور كده الصوت واضح؟ تمام. دكتور الجزء اللي هو بتاع الكاروتينويد كان في اللكتشر حضرتك كنت قلتي ان هما بيبقوا تتراتوربينز لازم يبقى عندي 40 كاربونز، بعد كده قلت ان الفيتامين اي ده 4 ايزوبرين يونت. طب هو مش لما يبقى 4 ايزوبرين يونت كده هيبقى 20 كاربون بس، فمش هيبقى كاروتينويد او تتراتوربين؟
تمام. بصي هو الفيتامين A دايتربين، اوكي انا قلت التتراتربين اللي هو البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين ده ريسبونسبل عن البايو سنسز بتاع فيتامين A. تمام يعني احنا يعني فهي التتراتربين اوكي او الكاروتينويد هم دولت اللي هم ال 40 كربون اتوم، هم دول ال 40 كربون اتوم يعني 8 ايزوبرينول. بعد كده لما احنا بناكل بقى زي هو الجزر او السبانخ او كده اي حاجه فيها فيتامين اي، بيحصل انزيماتيك هيدروليسيس للبيتا كاروتين وبيكون فيتامين اي، لان احنا عندنا الجسم مش بيكون فيتامين اي لوحده. انما الفيتامين اي حتى لو بصيتي على اليونت بتاعته هتلاقيها بالظبط البيتا كاروتين مقسوم النص. طيب عندي سؤال تاني دكتور، اللي هو كان في السلايدز بتاعت حضرتك اللي هو structures بتاعت التتراسايكلينز والانساكينون وكده، دول نعرف structures بتاعتهم ولا لا؟ لا بصي مش لا دي examples بس، مش هنعرف structure بتاعتهم خالص، وبرضو بس نبقى عارفين اليونتس اللي بيكونوها. مش هجيبهم لكم ان انتوا تبقوا يعني تعرفوا constructing unit بتاعتها، بس نبقى عارفين مثلا الانساكينون ان ده عبارة عن اوكتا ديكايد، تمام يعني 8 بوليكتايد يونتس، تمام. التتراسايكلين ان هو ديكاكتايد يعني 10 بوليكتايد يونتس، تمام. انما مش هجيب لكم الاستراكشر بتاعهم ايه ما عدا بس اللي هو جريسيو فولفين، وهشرحه معاكم دلوقتي تاني. جريسيو فولفين ده احنا اخدناه في المحاضره ان هو هيبتا ديكايد يعني عندي 14 كربون اتوم، تمام. ده الوحيد اللي ممكن اجيب لكم الاستراكشر بتاعه واقول لكم ايه الكونستراكت يعني تحددوا الكونستراكتنج يونتس بتاعته ايه. تمام. والشالك برضو الستركتر مش عايزينه صح؟ لا 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 تمام كده عفوا. اوكي في سؤال برضو ليونا، مش يونا تفضلي. يمنع في سؤال ولا مش سامع حاجة؟ اوكي واضح في السؤال. طيب في ضحى، في ضحى دكتور في البوليكيتايد سايكلايزيشن حضرتك لسه قايله احنا ان احنا نعرف الارقام بس اللي هي زي جريزو فولفين مثلا 7 هيبتا استيت، تمام. انا مش فاهمه يعني هي 7 من ايه، فاهمه؟ بس انا هشرحها، تمام هشرح معاكم دلوقتي جريزو فولفين بيتكون ازاي بالظبط، بس في الاخر خالص لما نيجي نتكلم على الكونستراكتنج يونت نفسها، تمام. بس هو هي الفكره كلها البوليكيتايد دي يعني ايه، زي ما قلت في المحاضره ان هي تو كربون يونتس بيتحدوا مع بعض، تمام. التو كربون يونتس دولت اللي هم يعني اثنين كربون مع بعض، السورس بتاعهم اللي هو الملونايل كو اي اللي هو الاكستندر موليكيول. فبنلاقي اي بوليكيتايد عباره عن تضاعفات لتو كربون يونتس جنب بعض. فهو الجريسيو فولفين هيبتا ديكايد يعني ايه؟ يعني 7 من الكيتايد يونتس دي، اوكي يعني 7 في 2 يعني 14 كربون اتوم. فهي فكره البوليكيتايد ان انا بلاقيها تضاعفات لتو كربون يونتس، تمام. برضو هتبقى اوضح دلوقتي لما نيجي ناخد اكزامبل ونشوفه مع بعض، بس هي دي اليونتس اللي هي موجوده في الجزئيه دي، اليونتس دي اللي هي البوليكيتايد يونتس، تمام. تمام ماشي. ده ايه ده انا اليوم ده بس المايك كان معايا، في مشكله. طيب ماشي يا ام، اه برضه نفس السؤال اللي هو بيجي فاضل، انا مش فاهمه ازاي هنشرحه دلوقتي مع بعض. هنخلص الكونستراكتنج يونت بس علشان اقول لكم ازاي هنشوفه مع بعض والدنيا هتبقى اسهل ان شاء الله. اوكي طيب في ايه رفع ايديها؟ ماشي ايه، في سؤال يا ايه ولا لا؟ دكتور في الحته بتاعت الدايتربين اللي هو الابياتيك اسيد، تمام. ممكن يجي لي سؤال يطلب مني كام الايزوبرين يونت اللي مكونه الاستراكشر ده ولا ايه؟ عشان انا مش عارفه. بصي ده برضو هنشوفه مع بعض في الاخر. هو انا عارفه في مشكله في ازاي نعرف الكونستراكتنج يونت على الاستراكشر،
وبرضو في ناس كتير بيسألوا برضو إذا ال constructing unit هيجي ال structure وعليه ال units bold. لا، هو ال structure هيجي عادي، وانتوا المفروض تعرفوا ال units دي ايه. دلوقتي في آخر ال revision إن شاء الله هقول معاكم scheme دلوقتي إزاي نعرف ال constructing unit، وهنحلهم مع بعض وهنشوف مع بعض الحاجات دي إزاي بنعرفها بالتفصيل. تمام كده؟ تمام. اوكي، تمام. انا مش عارفه ندى في سؤال ولا لا، انا هفتح المايك ولو في سؤال قولي يا ندى. بعد اذنك. هو في الفوندمنتال بروسيس هي انهي اللي ممكن تكون موجوده في البكتيريا والفنجاي وكده؟ بصي، هي دي هترجع لها في المحاضره. احنا كنا قلنا في المحاضره، قلنا ان احنا عندنا الفوتوسينثيز بس بتحصل في البلانت، وعندنا النرمي فالونيت باس واي ده برضو سبيسيفيك في البلانت وفي الفنجاي. تمام. انما باقي البروسيس جلايكوليسيس وكريبس سايكل دول بيحصلوا عندنا في يعني في هيومن بودي، بيحصلوا طبعا في المامز، والبنتوس فوسفيت باس واي والميفالونيت باس واي برده بيحصلوا في الماميليان وفي البلانت سيل. يعني هي اوريدي الحاجات اللي موجوده في الماميليان سيل بتحصل في البلانت سيل، بس مش كل اللي موجود في البلانت او في الفنجاي بيحصل في الماميليان سيل. تمام تمام تمام. طيب اعتقد كده مفيش اسئلة. ضحى في سؤال تاني دكتور؟ اوكي اتفضلي دكتور. وحضرتك قلتي التوكسيستي اقل في النان فيلونيك عشان هي في البلاد بس؟ مفيش توكسيستي تقريبا. اوكي نكمل مع بعض. دلوقتي اخر بقى جزئيه اتكلمنا عليها في الليكتشر اللي هي الكونستراكتنج يونتس، واحنا اهتمينا ب 8 كونستراكتنج يونتس دول بيحصل لهم ديفرنت كيميكال رياكشنز علشان يدوني السكندري ميتابولايتس المختلفه. طيب مهم قوي الدايجرام ده اللي مجمع فيه كل الكونستراكتنج يونتس، مش بالستراكشر بتاعها قوي بالظبط، على قد ما الاستراكشر اللي انا ممكن اتعرف عليه في الكومباوند اللي موجود عندي، علشان برضو في برضو زمايلنا سألوا يعني مثلا لو انا عندي constructing unit جاية من ال تيروزين او ال فينايل الانين، هل انا مطالب ان انا احفظ ال فينايل الانين او ال تيروزين؟ لا، انتوا مش مطالبين تحفظوا الستركتشر بتاع الامينو اسيد. تمام، يعني زي ده ال تيروزين انا مش مطالب ان انا اعرف الستركتشر بتاعه، بس انا هيهمني اعرف ال C6C3 المنظر ده. تمام، هو ده المهم ان انا اعرفه علشان لما اشوفه في كومباوند اعرف ان انا عندي في constructing unit C6C3 وان هي جايه من الالفينايل الانين او ان هي جايه من التيروزين. طبعا مش هسالكم هي من انهي امينو اسيد فيهم. تمام. طيب وبرده ابقى عارف انه لو في عندي C6C2 unit هي ممكن تبقى جايه اصلا من C6C3 unit، يعني ال C6C3 ممكن تبقى موجوده ك C6C2 او C6C1، الثلاثه دول السورس بتاعهم الفينايل الانين او التيروزين. طيب نشوف الكونستراكتنج يونت دي كده مع بعض، ده الشكل بتاعها بالستراكشر عشان نبقى عارفين الستراكشر، والتيبل ده كان موجود في المحاضره. تمام، وده مجمع لنا كل الكونستراكتنج يونت. التيبل ده برده مهم قوي ولازم نبقى عارفينه وحافظينه برده. انا عندي لو الكونستراكتنج يونت C1 يونت هتبقى جايه منين؟ جايه من ميثيونين، ومهم الرياكتيف فورم اللي هيبقى موجود في الرياكشن هو السام او الاس ادينوسايل ميثيونين. تمام، فالسام ده هو السورس بتاع C1 يونت اللي بتديني C1 يونت في البايثونستاتيك رياكشن. طيب C2 يونت بتبقى جايه منين؟ بتبقى جايه من اسيتايل كو اي، والرياكتيف فورم اللي موجوده في الرياكشن هي الملونايل كو اي. بالنسبه لل C5 يونت هي هتبقى جايه من الايزوبرينويت، يا اما الاي بي بي او الدي ام بي بي. بالنسبه لل C6C3 C6C2 او C6C1 دول جايين من التيروزين او الفينايل الانين. طبعا مش هسالكم مين جاي من ايه، بس المهم ان انا لقيت عندي في الكومباوند C6C3 يونت C6C2 يونت او C6C1 يونت ابقى عارف ان هما جايين من التيروزين او الفينايل الانين. طيب برضو ال C6C2N يونت برضو جايين من نفس التو امينو اسيد اللي هما ال تيروزين او الفينايل الانين. بعد كده لو لقيت عندي اندول C2N يبقى انا عندي ال تريبتوفان. طيب الاندول رينج بتبقى عامله ازاي؟ طبعا احنا عارفينها، بيبقى عندي اروماتيك رينج وبعدين ماسك فيها 5 ممبر بيرلدين رينج فيها النيتروجين. يبقى دي اللي هي الاندول نيوكليس. طيب لو انا لقيت اندول C2 نيتروجين يبقى انا جايه من ال تريبتوفان امينو اسيد. طيب ناخد بالنا برضو عشان نفتكر ان ال تيروزين والال فينايل الانين والال تريبتوفان الثلاثه امينو اسيد دول بيبقوا موجودين من الشيكاميك اسيد باثوي،
وده هيعرفني برضو حاجة مهمة هكتبوك عليها دلوقتي عشان أعرف constructing unit بتاع المركب. لو أنا لقيت عندي في الكمباوند C4N وممكن تبقى cyclic زي البيروليدين رينج دي، فأنا بيبقى عندي إيه؟ بيبقى الجاية منين؟ جاية من الألورنيثين أمينو أسيد. طيب ولو لقيت عندي C5N وممكن تبقى cyclic زي البيبريدين رينج، يبقى انا عندي ال جاي البريكورسر بتاعها ايه؟ ال لايسين امينو اسيد. يبقى الكونستراكتنج يونتس مهمه قوي نعرفها نذاكرها من التابل ده، وبرده نعرف شكلها مهمه قوي نذاكرها من الدياجرام ده. انا عاطيه كل الحاجه بالسورس بتاعها، في حاجتين ليهم سورس وليهم رياكتيف فورم مهمه قوي، التو رياكتيف فورم اللي هو السام اللي بيديني سي 1 يونت والمالونايل كو ايه اللي بيديني سي 2 يونت. يبقى دول الديفرنت كونستراكتنج يونتس. طيب في حد عنده مشكله يا جماعه في الكونستراكتنج يونتس او مش عارف عايز يذاكر فيها ايه؟ طيب مفيش حد عامل ريز هاند؟ لا في حد؟ ما فيش. دكتور هو حضرتك هتسألي بالاسم يعني كامل ولا هتجيبي الاختصار؟ يعني مثلا السام حضرتك هتقولي ان هو ادرينوزايل ميثيونين ولا هتقولي سام على طول؟ لا بص انا ممكن اسأل بالاثنين، يعني في الجزء بتاع constructing unit ممكن يبقى abbreviation او يبقى الاسم كامل. طيب بالنسبة للحاجات الباقية زي ال IPP وال والدي ايه ام بي برضو والدي ام اي بي بي لا دول مهمين برضو الابريفيشن بتاعتهم. يعني بصوا طالما الاستراكشر اوريدي مهم تمام والاسم بتاعها مهم فالابريفيشن كمان مهم. تمام شكرا. مش معظم الحاجات كان فيها ابريفيشن، مش هتلاقي حاجات كتيره فيها ابريفيشن. تمام تمام دكتور شكرا. ميرنا كانت عامله ريز هاند مش عارفه كان مش ميرنا. ايوه دكتور هديك سامعيني؟ سمعتي من دكتور انا بس عايز اسال على حاجه. حضرتك في المحاضره قلتي ان احنا نحفظ الاستراكشر بتاع الفيتامين اي والجريزيوفولفين، ده علينا ولا لا؟ لا لا نحفظه؟ لا ما قلتش نحفظ الاستراكشر خالص. بصي هو نعرف الكونستراكتنج يونتس بتاعتهم انما ما نحفظش الاستراكشر. تمام تمام دكتور. تمام يا دكتور وصلت. طيب في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي يا جماعه؟ دكتور طب ال C4N و C5N هو في الأغلب إحنا بنعرفهم من البيروليدين والبيبريدين رينج، ممكن يبقوا موجودين في straight chain عادي ولا أنا بس أعرف إن هم شكلهم هم cyclic؟ لا بصي هو نادرا قوي في plant secondary metabolites لما تلاقيهم straight chain، فهم mainly هتلاقيهم cyclic ومainly هيبقى alkaloid structure. وبرضو لو انا هجيب لكم ستراكشر هو زي ما انا قلت في المحاضره هما اتنين كومباوند اللي انا هجيبهم لكم كاكزامبل على كونستراكتنج يونت تعرفوها، واحد من ليكتشر ممكن التاني يبقى بره الليكتشر. تمام بس انا هدور على ستراكشرات مش صعبه قوي او مش كومبليكيتد قوي وما فيهاش موديفيكيشن كتير عشان تبقى برضو سهله عليك. تمام فبالنسبه لل C4N او C5N انتوا مينلي هتلاقوهم سايكليك علشان معظم الحاجات الالكالويد اللي بتبقى موجوده في بلانت سكندري ميتابولايت بتبقى معظمها ان رينج، فمعظمهم مينلي هتلاقوهم سايكليك مش هيبقوا ستريت تشين. تمام كده تمام يا دكتور. ماشي اي تقريبا عندها سؤال؟ ماشي اي في سؤال ولا لا؟ راح ما فيش حاجة. اوكي ومرنا خلاص ما في سؤال. ماشي يا جماعة زي ما قلت لكم برضو بالنسبة للجزئية آخر حاجة اللي هما الـ C4N والـ C5N جايين من الـ L-Ornithine أو الـ L-Lysine وجايين من الـ Krebs cycle. مش عارف في حد بيسأل حاجة أو كده؟ تمام
وبرضو كلمنا في الاخر خالص بتاع الليكتشر كلمنا على الباي سينثيتك رياكشن، برضو الجزئيه دي برضو اتسالنا فيها كتير، علشان انا نزلت البي دي اف الثالثه اللي مجمعه كل رياكشن، بس هي كلها دي علشان تقروها. هو الرياكشن الوحيد اللي انا شرحته وممكن يجي في الامتحان اللي هو الاكسيديشن اند ريدكشن رياكشن، وبس اللي عن طريق الديهايدروجينيز انزيم. تمام. طيب دي نفس السلايد بالظبط اللي اتقالت في الشرح، قلنا في الاكسيديشن والريدكشن رياكشن بنقسمهم على حسب الانزيم تايب، الا ديهايدروجينيز اوكسيديز او اوكسيجينيزس على حسب نوع الانزيم الانفولفد في الاكسيديشن والريدكشن رياكشن. واخدنا بس اللي هو الرياكشن الانفولفد عن طريق الديهايدروجينيز انزيم، وقلنا الانزيمز دي اللي هي الناد بلس او الناد بي بلس. تمام. بيحصل فيها الاكسيديشن ان بيحصل ريموفال للهيدروجين، التو هيدروجين اتوم بيتحركوا من السبستريت اللي عندي ويبقوا على الناد بلس او الناد بي بلس، بيتحولوا الناد اتش او ناد بي اتش، يبقى انا كده حصل عندي عمليه الاكسيديشن. الريفرس رياكشن اللي هو الريدكشن، ان السبستريت اللي عندي بتاخد الهيدروجين من الناد بي اتش او الناد اتش وتتحول لريديوسد فورم. تمام. يبقوا دولت التو رياكشنز، والرياكشن الوحيد اللي انا عايزاكم تعرفوه اللي هو الاكسيديشن والريدكشن رياكشن اللي عن طريق الديهايدروجينيز انزيم. اهم حاجه بقى ازاي انا هعرف الباس واي والكونستراكتنج يونت في اي كومباوند موجود عندي. طيب احنا دلوقتي لما هيجي قدامنا اي ستراكشر بتاع كومباوند، انا هشوفه الاول هل هو اروماتيك كومباوند ولا هو سايكليك بس مش اروماتيك. طيب لو انا لقيت السكيلتون عندي اروماتيك سكيلتون، هبص على اول حاجه على الهيدروكسيل جروب، او مش الهيدروكسيل جروب بقى، ممكن تبقى او اتش جروب عندي، ممكن تبقى او سي اتش 3، ممكن تبقى او استر واتيفر، بس انا عندي في سبستيوشن في اكسجين. تمام. على الاروماتيك سكيلتون، لو لقيت الهيدروكسيل جروب دول لقيتهم اورثو ريليتد، يبقى انا هفكر على طول في ان عندي شيكاميك اسيد باس واي. يعني ايه شيكاميك اسيد باس واي؟ يعني هلاقي عندي C6C3 يونت، ممكن الاقيها ابريفييتد C6C2 يونت، C6C1 يونت، او حتى الاقي C6C2N يونت او اندول C2N. طيب لو لقيت ال OH جروب لقيتهم ميتا، فيبقى انا عندي الكومباوند ده جاي من البوليكيتايد سنسز. يعني ايه؟ يعني هلاقيه مالتيبل للتو كربون يونت، تضاعفات لاثنين كربون يونت جنب بعض. انا معظم الاروماتيك سكيلتون اللي بلاقيها بتبقى جايه من شيكاميك اسيد باس واي، فانا لو لقيت 2 او اتش جروب، او لقيت عندي او اتش مثلا واو سي اتش 3 لقيتهم متى، ابدا بقى افكر ان انا عندي بوليكيتايد. انما معظم الاروماتيك سكيلتون اللي عندي بتبقى جايه من شيكاميك اسيد، يعني اليونت كونستراكتنج يونت بتاعتها حاجه من الثلاثه حاجات، تول او ممكن كومبينيشن موديل. طيب ما لقيتش عندي، او ممكن الاقي اروماتيك سكيلتون ما الاقي حاجه تانية جنبه. احنا عارفين الاستراكشر بتاع السكندري ميتابولايت في البلانت بتبقى كبيره قوي. بالنسبه للاجزاء، لو لقيت عندي حاجه سايكليك كومباوند بس مش اروماتيك، ممكن الاقي فيه مثلا وان ان ساتوريشن، انما مش هلاقيه اللي هو زي الاروماتيك رينج بالظبط زي البنزين رينج، لا انا ممكن الاقيه عندي سايكليك كومباوند. طيب لو لقيته سايكليك كومباوند فيه نيتروجين، فهعد عدد الكربونز عندي او الرينج عندي، لو لقيتها C4N يبقى هي جايه من الاورنيثين، او C5N هتبقى جايه من اللايسين. طيب برضو ناخد بالنا ان هي ممكن تبقى برضو جايه من بوليكيتايد، ودي برضو هنشوف اكزامبل عليها مالتيبل اوف تو كربون يونتس. طيب لو انا لقيت الكومباوند عندي نون اروماتيك برضو، بس هنا ما فيهوش بقى نيتروجين، ولقيته عباره عن مالتيبل اوف 5 تضاعفات لل5 كربون يونتس، يبقى دول عندي ايزوبرين يونتس. تمام. وده الشكل بتاع الايزوبرين يونت. وبعرفهم منين؟ بلاقي عندي البرانش اللي قلت لكم عليه في الاول اللي هو عامل زي الشوكه دي، تمام، او الهيد بتاعتها، وبيبقى عندي التيل الثري كاربون تيل. ده بالنسبه للكومباوند عندي لو لقيته سايكليك، سواء بقى كان اروماتيك او كان سايكليك كومباوند. في عندنا برضو سايكليك كومباوند، بس بلاقي الستراكشر بتاعها تربينويد، تراي تربين، ستيرول او كاروتينويد، بتبقى نون اروماتيك وبتبقى برضو مالتي اوف 5. يبقى انا عندي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ايزوبرين يونت، وده الاستراكشر بتاعها. وبعرف اطلعها ان انا بعد خمس كربون يونتس، ولازم بيبقوا بنفس التوزيعه دي، في عندي برانش وبعد كده في عندي الثري كربون يونتس. طيب ناخد بالنا بقى من النون سكيلتون كربون. النون سكيلتون كربون دول اللي هما ايه؟ ان انا عندي اي كربون اتوم اتاتشد لهيترو اتوم، كربون اتاتشد لاكسجين،
O-methyl, O-ethyl, whatever. عندي carbon attached to nitrogen. عندي ether, ester, methoxy. ده يبقى C1 unit. بتبقى من دي C1 unit. وطبعا اللي هي بتبقى جاية من السام أو الاس أدينوثيل ميثيونيد. لو أنا لقيت عندي compound فيه sugar فأنا بس هكتب sugar name. يعني الشوجر ده برضو مش هيبقى تابع للسكيلتون، تمام؟ مش تابع للمين سكيلتون بتاع الكومباوند، فانا هكتب الشوجر نيم. طيب هنشوف مع بعض اكزامبل علشان نطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده. أفتر الباوربوينت راح. تمام، هو أنا بس مقفلها ثانية واحدة بس وهفتحه. أوكي ثانية واحدة. يا جماعة كده شايفين الباوربوينت صح؟ يا دكتور. اوكي تمام. طيب ماشي، دلوقتي بقى في الامتحان لو هيجي لنا الستراكشر هيجي لنا كده زي ما احنا شايفين، مش هبقى عاملة اي بولدنج لا اي كونستراكتنج يونت، تمام؟ وهقول ايدنتيفاي الكونستراكتنج يونت الموجودة عندي، وطبعا هيبقى فيه تشويس، الامتحان كله هيبقى MCQ. اوكي طيب الاول احنا هنعمل ايه؟ هنبص مثلا على الكومباوند ده اللي على الشمال. ممكن ابقى اعطيكوا اسم الكومباوند او ما بقاش اعطيكوا اسم، مش مهم قوي النيم بتاع الكومباوند، اكتر ما المهم ان انتوا تتعرفوا على الكونستراكتنج يونت. لما هنيجي نبص هنلاقي ان احنا عندنا فيه فلافونويد سكيلتون، انا مينلي عندي اروماتيك نيوكليوس، تمام؟ فانا كده دماغي هتروح يا اما انا بفكر في الشيكاميك اسيد باث واي، يا اما بفكر في الكونستراكتنج يونت الجايه من البولي كيتال. لما هنيجي نبص على البوزيشن بتاع الهيدروكسيل جروب، تمام، انا هلاقيهم في الرنج اللي موجوده على الشمال ان هم ميتال ريليتد، تمام. انا هبتدي الاول بالرنج اللي هي اللي على اليمين، هنلاقي ان عندي الهيدروكسيل جروب هنا موجوده في البارا بوزيشن ومفيش هيدروكسيل جروب تانية موجوده. طيب لما هنيجي نبص على اليونت اللي موجوده عندي، نعملكوا عليها، فانا كده عندي الهيدروكس سوري عندي الاروماتيك رينج اهي C6، تمام. بعدين في عندي 1 2 3 C3 يونت. طيب انا عرفت منين ان اليونت اللي قدامي دي C6 C3؟ انا لقيت عندي اروماتيك كومباوند، لقيت هيدروكسيل جروب بس مش ميتال ريليتد، انا لقيتها لوحدها او هلاقيها اورثو ريليتد، ولقيت ال C6 C3 يونت ماشيه معايا، فانا كده عندي يونت اولانيه اهي C6 C3 يونت. طيب نيجي نبص على الرينج الثانيه اللي موجوده على اليمين، تمام. زي ما قلت انا عندي
two hydroxyl group او اثنين oxygen substituents والاثنين دولت meta related. طيب طالما هما meta related يبقى انا دماغي على طول هتروح فين؟ هتروح للبوليكيتايل pathway. طيب البوليكيتايد يعني ايه؟ يعني انا عندي تضاعفات ل 2 كربون يونتس، عندي مالتر ل 2 كربون يونتس. طيب هبداهم من اول يونت عندي، بس انا كده خلاص خلصت اليونت الاولانيه، يبقى اليونت الاولانيه C6C3 خلاص خلصت بالاكسجين الموجود عليها. طيب هاجي ابدا اليونت الثانيه، هما تضاعفات ل 2 كربون يونتس، فادي اهم واحده وادي اثنين ودي تلاتة. يبقى انا كده الكومباوند اللي عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن C6C3 يونت، واليونت التانية عبارة عن تلاتة طيب اليونت التانية اللي كنا بنتكلم عليها هي عبارة عن تلاتة C2 يونت. يبقى وزي ما قلت لكم الشوجر ده نون سكيلتون، يعني جزء نون سكيلتون مش داخل في السكيلتون الاساسي، فانا بس هكتب ان هو بلس شوجر. يبقى ده كده اكزامبل ازاي هنعرف الكونستراكتنج يونت. طيب هشوف الاول لو انتوا عندكم مشكله في الجزئيه دي قبل ما نشوف الاستراكشر الثاني. في حد عنده سؤال في الجزئيه دي يا جماعه؟ نعمل ريز هاند. تمام مفيش حد عنده حاجه. طيب نشوف مع بعض بقى الستراكشر التاني اللي هو البابافرين، بس قبل برضو مش هنشوف الحل على طول، هنشوف احنا هنبدا نفكر ازاي. تمام طيب انا عندي 2 اروماتيك كومباوند هنا او 1 اروماتيك رينج، وعندي برضو رينج تانية هنا فيها نيتروجين اوكي، وفي عندي سبستيتيوشن هنا. طيب انا لما هاجي ابدا علشان اشوف، انا عندي 2 اكسجين هنا اهوت وال2 اكسجين دولت اورثو ريليتد. طيب فانا على طول برضو دماغي هتروح فين؟ هتروح ان انا بتكلم في الشيكاميك اسيد باث واي، وهلا اشوف انهي يونت ممكن تطلع معايا. طيب انا هنا عندي ال C6 اهي تمام، وبعد كده عندي 1 2 n. يبقى انا هنا اليونت الاولانيه دي كده C6 C2 n اللي هي جايه من الشيكاميك اسيد باثوي. طيب بالنسبه لليونت الثانيه برضو هاجي ابص هلاقي ان انا برضو عندي اروماتيك كومباوند تمام، هي هنا السبستيوشن بتاع الدبل او سوري السبستيوشن بتاع الاروماتيك رينج فوق مش مظبوطه قوي تمام، بس في الامتحان برضو هتبقى مظبوطه لو جايه يعني. طيب هنا عندي 2 اورثو ريليتد برضو مش هيدروكسيل جروب بس سبستيتيوتد هيدروكسيل جروب تمام، مش اوكسيل جروب. فانا هنا برضو بكلم في الشيكاميك اسيد باثوي، فانا عندي ادي ال C6 يونت اللي تحت، وعندي هنا 2 كربون يونت، يبقى اليونت الثانية اللي عندي C6 C2. فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا الكربونز اللي هما مش موجودين في السكيلتون الاساسي. انا كده خلاص خلصت المين سكيلتون اللي موجود عندي، اليونت الاولانيه عرفتها ان انا عندي 2 اكسجين سبستيتيوتد اروماتيك رينج تمام، وبعدين لقيت ان هي C6C2N، وبعدين اليونت الثانيه في عندي اروماتيك اهي، بعدين ماسك فيها 2 كربون اتوم. دي كده اليونت الثانيه. فاضل عندي الكربونز اللي هي بره السكيلتون، دول هيبقوا ميثايل جروب زي ما احنا شايفين، وعددهم 4، فهقول ان هما 4C1 يونتس. تمام يبقى لما نيجي نبص على الكونستراكتنج يونت اللي عندي C6C2N، بعدين C6C2 و4C1 يونتس. برضو حاجه كمان علشان لما تيجوا تتاكدوا، المفروض المجموع بتاع الكربون اتوم في الكونستراكتنج يونت نعدها، ونعد برضو الكربون اتوم اللي موجوده في الكومباوند عندي الاقيهم نفس العدد علشان برضو ما تلخبطش. طيب وبرضو في يعني لو جالنا كونستراكتنج يونت زي مثلا ال C6 C2 يونت دي تمام،
نكتبها او نختار التشويس اللي فيه C6C2 يونت، لان انا اللي موجوده عندي في الكومباوند هو C6C2 يونت، محدش يقول لي هي جايه اوريدي من C6C3، لا دي علشان تبقوا عارفين ان هي جايه من C6C3، بس اللي انا عايزه اليونت اللي تتكتب اليونت اللي هي اوريدي موجوده قدامنا في الاستراكشر اللي هي C6C2، او ممكن حتى يبقى موجود عندي في كومباوند تاني C6C1. فنختار التشويس اللي فيه اليونت اللي موجوده قدامك على الاستراكشر بحيث يبقى عدد الكربون اتومز موجود. تمام. طيب النوت الثالثه برضو اللي ناخد بالنا منها سواء في الكومباوند الاولاني او في الكومباوند الثاني اللي احنا بنتكلم عليه، انا عندي كل كونستراكتنج يونت ماسكه في الكونستراكتنج يونت اللي بعدها. ما ينفعش يبقى انا عندي كونستراكتنج يونت الاولانيه وبعدين يبقى فيه مثلا ما عرفتش اظبط الكونستراكتنج يونت فتبقى عندي كربون اتوم كده لوحدها في نص السكيلتون وبدات الكونستراكتنج يونت الثانيه، يبقى كده يبقى انت كده فكرت غلط. تمام. فانا علشان اتاكد برضو ان الكونستراكتنج يونت انا اخترتهم صح، هتاكد ان الكونستراكتنج يونت ماسكه في الكونستراكتنج يونت على طول. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول ان هي كربون اتوم لوحدها اللي هي اللي بره السكيلتون، سواء ان هي تبقى مثال كده سبستيتيوت لوحدها او ان انا يبقى في عندي شوجر اتاتشد لاكسجين بره، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ازودها في الاخر. انما مفيش حد يكتب مثلا كونستراكتنج يونت في اي كومباوند وات ايفر وطلعت معايا مثلا C6C2 C6C3 وبقى معايا C1 لوحدها جوه السكيلتون، ما ينفعش يبقى في C1 لوحدها موجوده جوه السكيلتون بتاع الكومباوند، لازم الكومباوند كونستراكتنج يونتس كلها تبقى ماسكه في بعض. تمام. طيب انا عايز اعرف برضو لغايه دلوقتي في حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ ممكن. دكتور هي بتفرق الاند لو خدتها في الرينج الاولانيه يعني عديتها في الاول ولا عديتها في تاني واحده النيتروجين؟ لا مش هتفرق، لان هما الاثنين يعني لا هما الاثنين زي بعض. مش هتفرق. لا انا قصدي لو كانت الارقام مختلفه مش هتفرق حطيتها في انا واحده. لا ما بصي، هو الـ يعني انت التشويسز هيجي ان انت هتكتبي مثلا C6C2N plus C6C2 plus 4C1. تمام. ده لو انت بدأتي حسبتي الرنج اللي فيها النيتروجين اللي هي اللي على الشمال. اوكي. طيب لو انا عكست زي ما انا عملت، فانا هكتب العكس، هكتب C6C2 تمام plus C6C2 plus 4C1، فهما برضو نفس الـ four constructing unit. تمام. شكرا. تمام. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ دكتور بعد اذنك. وانا بحل الستراكشر يونت نفسها يعني عشان اعرف البيلتنج بلوك، بستفيد في ايه ان انا اعرف هل هو شيكيميك اسيد ولا جاي من بوليكيتايد؟ يعني هل انا مش ممكن، هل مثلا مش ممكن احله من غير ما هو شيكيميك اسيد؟ هو هيفيدني في ايه ان انا اعرف كده؟ طيب بصي، هو الشيكيميك اسيد مش هيهمك قوي، بس انت هيهمك تستبعدي البوليكيتايد. تمام. لان البوليكيتايد برضو بيطلع لك اروماتيك كومباوند، فانت لو انت قدامك اروماتيك نيوكليوس فانت هتعرفي منين هي C6C3 ولا هي جايه من مالتيبل اوف 2. انت لو لقيتي C6C3 ماشيه معاكي فخلاص هتكملي الاستراكشر بتاعك، او لو مثلا C6C2N واتيفر اليونت اللي جايه من الشيكيميك اسيد ايه. تمام. انما لو ما لقيتيش اليونت ماشيه كده، ممكن لو انت مش عارفه موضوع ال2 هيدروكسيل جروب او ال2 اكسجين ميتال ريليتد ما تفكريش في موضوع البوليكيتايد، بس هي دي الفكره. انما ان انا ابقى عارفه هي جايه منين مش هتهمني قوي وانا بطلع كونستراكتنج يونت طالما لقيتهم موجودين عندي واقفين بالنسبه للشيكيميك اسيد. تمام. دكتوره معلش انا مش فاهمه، بس ان هو مثلا لو بوليكيتايد يعني انا كده بروح بالتفكير ناحيه ايه؟ مش فاهمه معلش. طيب تمام. يعني بصي زي الاكزامبل اللي هو اللي على الشمال اللي هو النارنجينين ده. تمام. انا ليه الرنج اللي هي اللي موجوده على الشمال اللي انا بعلم لكم عليها دي، ليه انا قلت ان هي 3 C2 يونتس؟ ليه ما فكرتش مثلا ان هي تبقى C6 مثلا وجيت هنا قلت ان هنا C1؟ ليه انا ما فكرتش كده؟ هي مش كده ممكن تبقى تمشي يونت ان هي C6 C1 وابدا اكمل باقي الكومباوند؟ ما هو ده اصلا كنت بتلخبط فيها. ما هي دي الفكره. انا عندي اتنين هنا هو هيدروكسيل جروب، او هنا واحده سبستيتيوتد بشوجر وهنا هيدروكسيل جروب، الاثنين دول ميتا ريليتد. فخلاص انا وانس شفت الاثنو اكسجين جروب ميتا ريليتد، خلاص يبقى انا كده دماغي على طول راحت ان انا عندي مالتيبل للسي 2 يونت، انا عرفت ان ده بوليكيتايد.
ان الرينج اللي على الشمال دي جايه من بوليكيتايد، تمام؟ الرينج اللي على اليمين انا ما لقيتش فيها ميتا سبستيوشن، ولقيت ماشي معايا ان هي السي 6 سي 3 يونت، فتمام دي خلاص انا عرفت اليونت بتاعتها. مش مهم ان انا حدد ان هي جايه مش كيميك اسيد او كده، لا انا بس قلت يعني لو هتسهل عليكم او هتخليكم تفتكروا يعني الموضوع، بس مش مهم ابقى عارفه ان هي جايه من كيميك اسيد باثوي. طيب مش هسألك في constructing unit هل C6 C3 دي جاية منين بالظبط، اوكي؟ انما المهم عندي ان انا استبعد البوليكيتايد او اعرف ان انا عندي الرينج الثانية او الاروماتيك رينج الثانية موجود فيها جاية من بوليكيتايد سيستم. وصلت كده ولا؟ تمام. دكتور طب لو الرينج مش اروماتيك نفس السؤال ده، لو الرينج مش اروماتيك هوريكي دلوقتي. لو الرينج مش اروماتيك وفيها سبستيتيوشن مثلا نسايل برضو بعتبرها بوليكيتايد؟ طيب بصي هنشوف دلوقتي مع بعض، لو الرينج مش اروماتيك هنشوف هنفكر فيها ازاي. هي ممكن تبقى بوليكيتايد او ممكن تبقى ايزوبرينويد على حسب الاستراكشر بتاعك ايه، هنشوفهم دلوقتي. انا قصدي بوليكيتايد مش شرط يعني يكون اروماتيك وهيدروكسايد مثلا سبستيتيوشن بس. بصي هو البوليكيتايد ممكن يبقى اروماتيك وممكن يبقى مكمل اروماتيك وكمالته ستريتشين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، تمام؟ او ممكن يبقى في جزء اروماتيك وفي جزء تاني. هي فكره البوليكيتايد بتاع كلاس كبيره قوي، بس برضو زي ما قلت لكم انا مش هجيب ستراكشر كومبليكيتد قوي، تمام؟ اوكي. طيب في نتعامل رجعان ميرا تقريبا، ماشي ميرا اتفضلي. دكتور معلش بس الحته دي هي ورا شويه بس معلش متلخبطه فيها. هو الكونستراكتنج يونتس احنا مش علينا نعرف هي جايه مثلا من شيكاميك اسيد باسوي ولا كريبس ولا كده، بس المهم اعرف الكرسر بتاعها. لا بصي يعني في الامينو اسيد مهم ان نبقى عارفين هما جايين منين، يعني في الامينو اسيد بايو سنسز، تمام؟ او سوري في الالكالويد بايو سنسز، احنا قلنا الامينو اسيد اللي بيجوا منهم وقلنا هما بيبقوا جايين منين، فمهم ان نبقى عارفين هما جايين منين. انما يعني مثلا مثلا الاندول او كده بتبقى جايه من التريبتوفان مثلا، تمام؟ فتبقي عارفه ان التريبتوفان ده بيبقى جاي من اللي هو الكوريزميك اسيد، بيبقى جاي من الشيكاميك اسيد باثوي. انا ممكن اسال عليه في ام سي كيو، انما مش هسال فيه في كونستراكتنج يونت. هو زميلتك كانت بتسال عليه انا ليه مهم اعرف الشيكاميك اسيد وانا بطلع كونستراكتنج يونت على ستراكشر، اللي هي كانت بتقوله هي معاها حق. انا مش مهم تعرف وهي بتطلعه على الستراكشر، انا هبقى جاي بقى كونستراكتنج يونت وبتختاروا منها وخلاص، انما انا ممكن يبقى جاي سؤال كاتشوز، فدي انفورميشن مهمه تبقوا عارفينها، تمام كده؟ تمام. يعني انا بعرف مثلا ان الاندول دي من تريبتوفان ولا هي جايه من شيكاميك اسيد، كلهم كده ورا بعض بالظبط كده، تبقي عارفه كل حاجه جايه منين من بدايه بقى الليكتشر زي ما كنا. تمام ماشي، شكرا يا دكتور. في حد تاني عنده سؤال؟ تقريبا احمد مصطفى، هو دلوقتي لما بيبقى عندي الشيتو هي مش في الاغلب بتبقى لوحدها مش دبل بوند، ولا ممكن يبقى عندي دبل بوند تبقى سي 2 عادي؟ طيب بصي هنشوفها مع بعض في اكزامبل. بس هي الفكره بس في جزء البايوسينثيتك رياكشن ان هو مش بتبقى اليونت از ساتش، هو ممكن يحصل بعد كده موديفيكيشن للاستراكشر، تمام؟ يحصل له انساتوريشن، يحصل له ساتوريشن، يحصل له سبستيتيوشن، فاحنا بنشوف الفاينل استراكشر بعد اكتر من بايوسينثيتك بروسيس. فاحنا بيهمني الجزء الاساسي اللي انا بعرف منه البيلدنج بلوك، انما موضوع بقى البايوسينثيس ده كبير قوي وانزيماتيك رياكشن كتيره وحاجات مور كومبليكيتد وبرده كونستراكتنج يونتس اكتر من اللي احنا بناخدها، تمام؟ عشان اصلا بعرف السي 2 ان هما بيبقى 2 كاربون تشينز كده، يعني 2 كاربونز جنب بعض ما بينهم بوند بس كده، ده البلد هما بالظبط. بس هو ممكن يحصل له موديفيكيشن بعد كده، يعني لسه هنشوف. دبل بوند، بصي في حاجات بتبقى فيها دبل بوند، يعني هنشوفهم دلوقتي مع بعض. هنشوف كام اكزامبل في انساتوريشن وجايه من بوليكيتايد، تمام يا دكتور؟ تمام اوكي. مين غني؟ في حد عنده سؤال؟ تقريبا ايه كانت عامله ايه؟
ايوه يا دكتور انا هبص الاستراكشر لو عندي 6 كربون فانا غالبا كده بفكر في C6C3 او مالتيبل C2 مفيش اوبشن ان يبقى في C1C5 صح كده؟ لا مفيش حاجه اسمها C1C5 بس ما ده اللي انا قلته في الاخر. بصي انا C1 دي بتبقى حاجه بره السكيلتون او ميثايل نيتروجين ميثايل اي حاجه بره الاستراكشر بره السكيلتون الاساسي بتاع المركب فما فيش حاجه اسمها C1 كده لوحدها تمام. حتى لو عندي سايد تشين في السبستيتوانت في الرينج حتى لو عندي سايد تشين ما فيش حاجه اسمها C1 لوحدها ممكن يبقى عندي C5 وفي سبستيتوانت زي ما هنشوف مع بعض انما مفيش حاجه خالص اسمها C1 لوحدها C1 كيونت لوحدها بتبقى مثلا ماسكه في هيترو اتوم ماسكه في اكسجين ماسكه في نيتروجين كده انما مفيش حد يطلع كربون في الاخر تشين ويقول لي دي C1 يونت لوحدها تمام تمام دكتور طيب في سؤال تاني ايه طب مفيش حاجه صح لا شكرا طيب نكمل مع بعض نيجي نشوف التو كومباوندز اللي قدامنا دول طيب هنبدا الاول بالكومباوند الموجود على الشمال وهنشوف برضو احنا هنفكر ازاي تمام طيب انا مبدئيا عندي اروماتيك سكيلتون اهي تمام وانا لسه مش عارفه هي جايه منين طيب انا ما عنديش اي اكسجين موجوده عليها بس انا شايفه ان انا عندي C6 موجوده وفي هنا كربون يونت فدي ممكن تبقى C6C1 يونت تمام طيب هنيجي نشوف بقى باقي السكيلتون اللي موجود عندي انا عندي هنا موجود نيتروجين اهي وعندي 1 2 3 4 كربون هدول كده C4N يونت طيب اخر حاجة عندنا ان انا عايزة الكربونز اللي في النص دي شكلها عامل ازاي يعني انا عندي في كمالة الرينج الموجودة تمام اللي فيها النيتروجين دي 5 ممبر رينج والرينج التانية 6 ممبر رينج تمام انا عايزة اعرف الستركتشر بتاعهم ايه هما مش اروماتيك فانا كده خلاص هستبعد بقى الـ C6C3 والـ C6C2 والحاجات التانية وعندي طبعا مفيش برضو اكسجين ميتال ريليتد علشان اقول ان انا عندي بوليكيتايد هنا تمام طيب هنا الاستراكشر عندي هيبقى عامل ازاي اوكي طيب هنا انا مش واضح عندي قوي هنا الاكسجين سبستيتيوتد ازاي طيب فانا هاجي افكر مثلا ان هما C5 يونت هشوف كده اذا هتمشي معايا الكربون في C5 يونت ولا لا اوكي فانا اللي فاضل عندي 2 وادي 4 اوكي انا حتى ما عنديش ال C5 يونت طيب فانا كده اللي هيبقى فاضل عندي ادي يونت C2 ويونت ثانيه C2 اوكي يبقى انا كده الاستراكشر بتاعي بتاع الكومباوند خلاص انا كده عرفت انا عندي يونت C6C1 وعندي يونت ثانيه C4CN وعندي 2 يونت C2 تمام انا كده خلاص خلصت المين سكيلتون اللي عندي الفاضل عندي بقى هما الميثايل جروب اللي هما السبستيتيوتد اللي بره السكيلتون فانا كده عندي كمان 2C1 يبقى هنا بالنسبه للستراكشر بتاع الكومباوند ده او البيلدنج بلوك بتاعه هو ده طبعا الكوكايين اوكي من التروبين الكالويد فانا لما هاجي ابص على البيلدنج بلوكس بتاعته عندي C4N تمام وعندي 2 C2 يونتس جايه من بوليكيتايد وموجوده في التشين واحنا ما عرفناهمش في الاول بس عرفناهم بالاستبعاد شويه انا ما لقيتش عندي C5 يونتس وما كنتش شايف 2 ميتا اكسجين واضحين قوي فلقيت ان انا عندي في 2 كربون اتومز هنا وفي 2 كربون اتومز ثانيين مالتيبل اوف 2 كربونز فانا عندي 2 C2 يونتس وعندي C6C1 دي تعرفنا عليها في الاول واثنين C1 اللي هما الاثنين مثال الموجودين من بره تمام يبقى ده بالنسبة للكوكين لما نيجي نبص بقى على الكونين تمام علشان اشوف البيلدنج يونت بتاعته طيب انا هنا لو جيت بصيت الاول هلاقي ان انا عندي 1 2 5 انا عندي C5N انا ممكن افكر الاول كده ان انا عندي C5N فدي كده يونت وبعدين عندي
2 كربون اتوم سي 2 يونت كده، انا هيبقى عندي 1 كربون يونت لوحدها. طيب لو انا جيت فكرت ان الكومباوند ده بيتكون من C5N وبيتكون من C2 1 كربون، يبقى انا كده التفكير بتاعي غلط. تمام. طيب ليه الكلام ده؟ لان زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها ان انا عندي 1 كربون يونت موجوده لوحدها، ما عنديش حاجه اسمها 1 كربون يونت موجوده كده. يبقى انا اكيد اليونت اللي عندي دي مش C5N. طيب ايه اليونت الموجوده قدامي؟ هغير بس السلايد علشان هسيب السلايد دي موجوده. كده الستركتشر بتاع الكونين انا ما نفعش عندي الاحتمال الاولاني. طيب هفكر ازاي؟ ممكن افكر ان انا ما عنديش اروماتيك كومباوند، فانا كده برضو مستبعده C6C3 واليونتس الثانيه. طيب فانا كده مش هيبقى عندي غير ان انا ممكن يبقى عندي بوليكيتايد مالتيبل اوف 2. طب هبدا ازاي؟ هبدا من الكربون اللي كانت عامله لي مشكله، ادي دي كده اليونت الاولانيه C2. تمام. دي كده عندي اليونت الثانيه، دي كده برضو C2. اوكي. بعدين عندي اليونت الثالثه، واخر يونت موجود عندنا. تمام. لقيت الاستراكشر بتاعي ماشي، فده كده الكونين ده عباره عن 4C2. تمام. يبقى انا كده الاستراكشر بتاع الكونين ده انا جيت فكرت فيه من الاول ما لقيتش عندي ان هو اروماتيك كومباوند، لما جيت حتى مشيت ان هو C5N ما مشيش معايا، بقى عندي كربون لوحدها في الاخر، فلقيت المالتيبل اوف 2 تمشي معايا، فده يبقى بودي كيتون. تمام. فده الكونين 4C2. طيب دكتور عنده مشكله في الجزئيه دي عشان هو الاستراكشر بارد شويه. هو في الكومباوند ده هو ما ينفعش تبقى مثلا C5N و C3؟ ما هو ما فيش يونت عند بتدي C3، احنا اليونت عندنا C1 C2 C5، ما فيش يونت بتدي C3، فلازم كل يونت احنا اخدناها تبقى ماسك فيها يونت تانية برضو احنا اخدناها. تمام كده. اوكي. في حد عنده سؤال يا جماعة في الجزئية دي؟ منا تقريبا كانت عاملة ريز هاند. تمام. منا دكتور، مش حضرتك قلتي لما الاقي حاجه كونتيننج ان ممكن تبقى في سايكليك او ممكن اكنها تبقى تشين عاديه اللي هي بوليكيتايد؟ تمام. طب دكتور، هو ليه ما ينفعش C4N و2 C2 اللي هي التشين انكلودنج ان اللي هي سايد تشين وال2 C2؟ طب ما هي C4N هي مش في الرينج، هي الرينج كلها C5N، وهي لو هتبقى في تشين يعني هتبقى يعني أليفاتك مش هتبقى في تشين، يعني هي لو هتبقى أليفاتك نيتروجين. تمام. فممكن الكومباوند عندي يبقى مفتوح كده واخره نيتروجين، وفي الاخر في الناحيه الثانيه هي اللي فيها اروماتيك كومباوند. اوكي معلش كنت فاهمه. هي دي كده، لو هو أليفاتك مثلا هتبقى طبعا NH2، انما هي كده الرينج عندك هي C5N، فانا هشوف constructing unit تجيب لي ال C5N. تمام. تمام يا دكتور. اوكي. في حد عنده سؤال في الجزئيه دي يا جماعه؟ تمام كده. دكتور بعد اذنك. اتفضل. وعلشان اقول constructing unit C1 او C2 لازم تكون في الاكتف فورم، علشان كده احنا رفضناها، يعني اللي هو الاسم هو دلوقتي طب ثانية واحدة، هو في اتنين بيسألوا، طب ممكن اسمع بس نبدأ الأول؟ ايه دكتور؟ النهارده كان انت كنت بتقولي C1 او C2 ايه؟ يعني حضرتك في حد تاني بيتكلم معاكي. طيب قولي تاني معلش يا نبدأ، دلوقتي انت بتقولي C1 او C2، ايه المشكلة اللي فيهم؟ هو حضرتك بتقولي ان C2 دي accepted عادي، مع ان احنا قلنا ان لازم تكون عشان تبقى active form ان هي تتحول للملايك وايه؟ طيب بصي، هو ده في الرياكشن نفسه انما هي bisynthetic unit. تمام؟ يعني انت عندك ال C2 اوكي، هي bisynthetic unit موجودة عندك او constructing unit. تمام؟
كون ان هي تتحول بقى المونومايل فوق ايه، ده في الرياكشن نفسه، ده رياكتيف فورم بتاعها، ده في الرياكشن نفسه، فما ندخلش الدنيا في بعض. انا دلوقتي انا عايزه الكونستراكتنج يونت اللي موجوده في الاستراكشر اللي موجود قدامي. انا الاستراكشر اللي قدامي فيه سي 2 يونت او سي 2 كربون، فال سي 2 دي كونستراكتنج يونت موجوده فيه بس كده. هي بقى جايه منين بقى هذاكرها بقى في الجزء الثاني، اللي هي جايه مثلا من البريكورسر بتاعها الاستايل كو اي، او ان هي اوريدي جايه من المالونايل كو اي. ايه اللي بيحصل بقى في الرياكشن نفسه، وان المالونايل بيحصل له بوس لكربون او سي او اتش علشان يخش في الرياكشن نفسه، كل الديتيلز دي انا ماليش دعوه بيها. المهم ان السي 2 يونت هي جايه من استايل كو اي، والرياكتيف فورم بتاعها اللي هو المالونايل كو اي. تمام كده؟ ميرسي يا دكتور. كتير عفوا يا نور. في حد عنده سؤال تاني ولا خلاص؟ تمام. مش نكمل مع بعض ما دول طول الستركتر اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب هنيجي نبص بقى على الستركتر اللي قدامنا ده علشان نيجي نشوف. انا مبدئيا عندي اروماتيك رينج، تمام، عندي اتنين او اتش جروب، والاتنين دولت متا ريليتد، يبقى انا خلاص كده انا دماغي راحت للبولي كيتايد سيستم، هشوف مالتيد لاوف تو كربون اتومز. تمام. طيب انا ماشي معايا ادي تو كربون يونتس، يونت هذه الثانية، هذه الثالثة، تمام، هذه الرابعة، هذه الخامسة، هذه السادسة. فأنا كده عندي 6 components، تمام. طيب نيجي نبص على الجزء الثاني بقى، بعد كده الجزء الاولاني من الكومباوند عندي 6 من السي 2 يونت، تمام. طيب وعرفتهم مني من الميتا هيدرو اكس جروب، طيب وبعدين عديت الكربون يونت لقيتها ماشيه معايا ان هي مالتيبل اوف سي 2 سي 2 يونت. طيب الجزء بقى الثاني، تمام، هو مش اروماتيك، تمام. طيب وما عنديش حاجه تبين قوي ان هو مالتيبل اوف سي 2 يونت، بس عندي زي برانشنج كده ممكن اشوف عدد الكربون، لو لقيتها مالتيبل اوف 5 يبقى انا عندي الايز بريميوم، تمام. طيب هبدا من البرانش اللي فوق اللي هو الشكل بتاع الشوكه، ادي 3 كربون اتوم، ادي كده 4 5، تمام، يبقى ادي كده سي 5 يونت. طيب فين السي 5 يونت الثانيه اللي هي ممكن تبقى ماسكه فيها؟ فانا كده عندي 1 2 3 وادي البرانش التاني، وادي الاثنين 5 يونت تاني. طيب يبقى انا الكومباوند اللي عندي ده 6 سي 2 يونت بلس 2 بلس 2 سي 5 يونت. يبقى انا دلوقتي عرفت الكومباوند اللي قدامي اهو 6 سي 2 يونت و2 سي 5 يونت. فكرنا ازاي؟ شفنا الاروماتيك كومباوند 2 ميتا ريليتد جروب، فلقيت ان انا عندي مالتيبل اوف 2 كربون اتومز، فماشى معايا الكونستراكتنج يونت، يبقى كمان ده 6 سي 2 يونت الجزء الاولاني. طيب الجزء الثاني لقيت ان عندي البرانشنج موجود، فهنجرب اذا هي مالتيبل اوف 5 ولا لا. لو انا عديت الكربون اتومز دول هلاقيهم 10، هلاقيهم شويه متوزعين، انه اللي فوق ماشيين ايزوبرين يونت واللي تحت برده ماشيين ايزوبرين يونت، يبقى انا عندي 2 سي 5 يونت. تمام. برضو ناخد بالنا ان اليونت الاولانية اوكي هي ماسكة في اليونت التانية، مفيش عندي space، يعني مفيش اي كربون موجودة في النص كده لوحدها، ملهاش اي يونت هي ماسكة فيها. فانا كده اتأكدت من الستركتشر بتاعي. وبرضو زي ما قلت عشان نتأكد نعد عدد الكربون التوتال في الكومباوند كله على بعضه، ونعد اللي موجودين في الكونستراكتنج يونت اللي انا عملته. تمام. نشوف الكومباوند اللي بعد كده. تمام. طيب اللي قدامنا ده اللي هو الاستراكشر بتاع الجريسيو فولزن، اوكي، علشان برضو في ناس كتير ما كانواش عارفين، هنعرف الاستراكشر بتاعه ازاي. طيب انا برضو اللي هيسهل لي الكومباوند عامل ازاي، هبص على الجزء اللي فيه اروماتيك رينج. فاحنا اول ما نبص له لان فيه اروماتيك رينج نبص عليها على طول. طيب هلاقيت في عندي 2 جروب والاثنين ميتا ريليتد، يبقى انا برضو دماغي راحت فين؟ راحت ان انا عندي بولي كيتايد. طيب هنبدأ بقى البولي كيتايد منين؟ هبدأه من أي جزئية وهشوف عدد الكربون ماشي معايا ولا في كربون ميسنج في النص. طيب احنا هنبدأ مثلا دي اليونت كده الأولانية، بعد كده اليونت التانية،
بعد كده اليونت الثالثة بعد كده عندي يونت كمان دكتور الصوت راح يا جماعة معلش عايزة أعرف بس انتوا كده شايفين السكرين ولا لأ؟ هو حصل مشكلة في الكونكشن عندي؟ يا شغالة بس الصوت قطع حضرتك تشرحيها. اوكي طيب يعني هشرح ال graceful من الأول تمام؟ شرح سمعتوا ال compound اللي قبليه هو كان فيه 2 isoprene unit و 6 C2 unit صح كده؟ حضرتك كنت لسه بتديهم وبعد كده الصوت راح. اوكي تمام يعني الكومباوند اللي هو فيه 2 C5 يونت ده كمان ما شفناهوش صح؟ لا بتاع الكريزيو فولفين بس اخر واحد لا بيشوفني. ماشي يا ماما معلش حصل مشكلة تاني في الكونكشن كده شايفين السكرين ولا لأ معلش؟ شايفين تمام. طيب الكومباوند ده خلاص احنا شفناه صح؟ اللي قدامنا طيب احنا كنا في الكومباوند اللي بعديه ده اللي هو الجريسي فولون كنت انا لسه بعدل يونتس و قطع فيه طيب تمام كنت تركيب تاني طيب هنعيد ده تاني. طيب احنا كومباوند اهو انا عايزه افكر فيه في الاول تمام ده الاستراكشر بتاع الجريسي فولد اوكي. طيب انا اول حاجه هبص عليها هبص على الاروماتيك رينج هي دي اللي هتبين لي شويه السكيلتون بتاعي عامل ازاي. طيب لما هنيجي نبص على السكيلتون بتاع الاروماتيك كومباوند هلاقي فيه عندي 2 ميتا ريليتد اكسجين اتومز
طيب يبقى انا كده دماغي راحت في البوليكيتايد باثوي، فهشوف ان ده مالتيبل اوف تو كاربون اتوم. هبدا من اي جزئيه واشوف السكيلتون هيمشي معايا ولا لا. ادي كده اول تو كاربون يونتس، بعدين الC2 يونت التانية، بعد كده C2 يونتس، دي كده التالتة. تمام. طيب هنا ممكن يبقى في عندي برضو C2 يونتس كده الرابعة. ادي هنا المثال اللي تحت دي برضو C2 يونتس خمسة. هذه C2 units الستة وكده السبعة. تمام. يبقى أنا كده عندي 7 C2 units. يبقى زي ما قلنا ده هيبتاكيتايد، ده الستركتشر بتاع الجليسي فولدين. علشان برضو يبقى الستركتشر برضو أبقى عرفت كل اليونتس بتاعتهم، عندي المثال بقى اللي بره السكيلتون عندي واحدة اتنين تلاتة، تلاتة C1 بره السكيلتون. تمام. الكربون اللي تحت دي جوه السكيلتون في هي السي 5 يونت. طيب حد عنده مشكله يا جماعه كده في الاستراكشر بتاع الجريسي فولفن؟ انا عايز اشوف لو الناس عندها مشكله فيه. في حد عامل ريز هاند؟ طيب اوكي روان، ماشي روان، ما فيش سؤال. طيب يا جماعه انا عايز اعرف انتوا كنتوا سامعيني كويس ولا لا، ولا الصوت كان بيقطع؟ لا تاني مره خلاص، مش الصوت كان شغال كده الصوت. طب تمام. طيب اوكي يومنا تقريبا عندها سؤال؟ مفيش. لا دكتور. تمام. دكتور هو احنا ليه ما اعتبرناش ان البرانش اللي هي الميثايل اللي تحت دي انها ايزوبرينيون؟ اللي تحت دي ان هي ايزوبرين يونت. طيب تمام. بصي احنا لو كنا مشينا ان هو ايزوبرين يونت كان ممكن الاستراكشر عندنا ما تكملش اليونتس بتاعته. اوكي بصي في الاخر خالص بعد لما اخلص هنجرب نشوف الجريسي فولفين تاني ونمشي بيه ان هو ايزوبرين ونشوف. بس كنتي هتلاقي ان في حاجه في النص كربون في النص ميسنج. يعني احنا لو مشينا ان هي ايزوبرين كنا هنلاقي في النص ان في كربون ميسنج. بس هي تنفع تبقى ايزوبرين لو كانش في حاجه ميسنج صح؟ هي ممكن تمشي ان هي ايزوبرين ان انت عندك في برانش من تحت وبعد كده في كربون تانية. اوكي سو 3 4 5 ممكن تمشي كده ايزوبرين، بعد كده هيبقى في عندك هنا 2 سي لوحدهم ماشي. بس كان السكيلتون هنا ما كانش هيكمل معايا السكيلتون اللي هو اللي على الشمال يعني. بس هقول لك هنجربها تاني. دكتور هو الصوت راح؟
يا جماعة معلش، هو ميتنج مخصوص أصلا، كان في مشكلة في الكونكشن عندي. تمام، هكمل معاكم باقي البرزنتيشن بسرعة أو باقي الريفيجن بسرعة، وبعد كده هجاوب على السؤال بتاع زميلتنا في الآخر. تمام، عشان بس إيه ألحق أديكم الحاجة كده. أنتوا شايفين السكرين؟ حد بس يرد عليا. أيوه خلاص، حد كده عنده مشكلة في جريسي فولفن؟ يعني زميلتنا اللي كانت بتسأل حواليكي في الآخر لو هو هنمشي C5 يونت هيحصل إزاي، بس في الآخر معلش عشان إيه ألحق أديكوا باقي الكومباوند اللي فاضل. تمام، طيب يبقى ده كده جريسي فولفن، عرفنا إن هو هبتا كيتايد، شفنا الـ 7 C2 يونت. طيب لما نيجي نبص بقى على السكيلتون اللي قدامنا، أنا ما عنديش أروماتيك رينج، أوكي، فأنا كده هستبعد البولي كيتايد وهستبعد الـ C6 C3 يونت. انا كده هيتبقى عندي ايه؟ هيتبقى عندي اللي هو ان تبقى جايه من C5 يونت، ما هي تبقى ايزوبرينويد. طيب لما نيجي نبص بقى على الايزوبرينويد، انا عايزه بس اي كلو كده علشان ابدا بيه الاستراكشر بتاعي، اوكي، وهشوف اي برانش وهبدا امشي معاه علشان اطلع C5 يونت. طيب هنيجي نشوف البرانش الموجود فوق كده ونشوف هنعد من عنده ونشوف اليونتس اللي عندي هتمشي ولا لا. طيب انا كده عندي ادي الهاد الموجودة 3 كربون، ادي 4 5 كده اليونت الاولانية، اليونت التانية اهي تمام 3 كربون وادي 4 5. تمام، هنيجي نشوف اليونت اللي بعد كده، ادي برضو البرانش اللي عندي 3 كربون 4 5، برضو هنشوف اليونت اللي بعد كده. انا شايف الكومباوند ماشي معايا ان هو ملتد لاوف 5. طيب اليونت اللي هنا، هي هنا البرانش موجود فوق، تمام البرانش مش موجود تحت، مش هو اللي ماسك هنا، بس ستيل ماشي معايا الكومباوند ان هو ملتد لاوف 5 كربون اتوم. تمام، اليونت اللي بعد كده الايزوبرين يونت اللي بعد كده، تمام بعد كده اليونت اللي بعديها. طيب هنا ممكن احسن نبدا من عند البرانش في اليونت الاخيره هنا، تمام هو هنا بس اليونت بتاعت البرانشنج في اخر تو يونتس هنا، هو هي دي اللي مش ظابطه قوي، بس هي هتبقى الريفرس بتاع اليونت الاولانيه. اوكي، فانا هنا الكومباوند ماشي معايا، هما دول هيبقوا تو ايزوبرين يونتس، تمام اللي هنا. طيب لو هنيجي نعد اليونتس الموجوده عندي، هلاقي ان هما 8 سي 2 يونتس، سوري 8 سي 5 يونتس، فده تتراكيتايد، سوري ده سوري معلش، هو ده تترا بتايد، تمام اللي هو البيتا كاروتين ده 8 ايزوبرين يونت. تمام، يبقى احنا هنا الكومباوند اللي قدامنا ده عبارة عن C5 يونت، تمام 8 C5 يونت، فهو C14 كربون استاليد. طيب انا عديت معاكم الاول 6 سي يونت لغاية الجزئية دي كده، تمام كانت السي يونت كلها كانت مظبوطة 6 C5 units. تمام، اخر اتنين هما في الجزئية الاخيرة دي، تمام دول برضو 2 C5 units، بس انا عشان ما اقعدش ارسمها مرتين فوق بعض فهرسمها لكم تاني او هوريها لكم تاني الواضحين اللي هما 2 C5 units اللي هنا دول. بس هنا انا واضح معايا المركب ان هو multiple of C5 units، يبقى انا عندي 8 isoprene units موجودين، وعرفتهم من الشكل بتاع الايزوبرين يونت اللي هو الفورك او الشوكه اللي موجوده فوق، وبعد كده في عندي ال 3 كربون اتومز. نبص على التو كومباوندز اللي عندنا برضو فيتامين اي، تمام. طيب الفيتامين اي احنا خدنا في المحاضره ان هو 4 isoprene يونت، طب احنا عايزين نعرف نطلعهم على السكيلتون برضو. لما هنيجي نبص انا ما عنديش اروماتيك رينج، فانا كده برضو هستبعد بقى ال C6 C3 والبولي كيتايد بايو سنسز، وهبدا افكر ان انا عندي مالتد لاوف C5 يونتس. طيب وعلشان نبدا برضو ال C5 يونتس هنبداها من عند البرانش الموجود عندي،
فممكن ابدا من مثلا البرانش اللي فوق او البرانش اللي تحت وتفر البرانش اللي عندي اللي هبدا بيه ايه. تمام، مثلا هنبدا من البرانش اللي فوق. كده يونت، دي كده اليونت الثانية. دي كده اليونت الثالثة. هلاقي المركب ماشي معايا ان هو ملتد لـ 5 يونت. ندي كده اليونت الرابعة. تمام، يبقى ده 4 isoprene units وهلاقيه 20 كربون اتوم ماشيين معايا مظبوطين. طيب في برضو بالنسبة للابياتيك اسيد، طيب عايزين برضو نشوف انا هعرفه منين. تمام، برضو زي ما قلت انا استبعدت الاروماتيك واستبعدت البوليكيتايد من الستراكشر الموجود عندي. تمام، طيب انا اللي عندي ده دايت تربين وهو موجود سايكليك. هنبدأ برضو من عند البرانش اللي موجود فوق ونبدأ نعده ونشوف عندي كام يونت هتبقى موجودة عندي. دي كده يونت، كده هتبقى اليونت التانية. بصوا انا كده لما جيت عديت انا مسد الكربون اللي موجودة فوق دي. هنغير لكم برضو دي. الكربون اللي فوق دي انا كده عملت لها مسنج. تمام، وانه كده مش هينفع يبقى فيه كربون فوق كده لوحدها. اوكي، طيب فانا كده يبقى انا ما ظبطتش العد بتاعي بتاع الكربون اتومز اللي موجودة. فاحنا في الحالة دي هعمل ايه؟ يعني هبدأ اعد بس عدد الكربون يونتس يبقوا مظبوطين. احنا كده انا مستبعد كل البايسنثيتك باثواي او الكونستراكتنج يونتس التانية، انا ما عنديش غير ال C5 يونتس، هي دي اللي موجودة عندي ممكن تعمل السكيلتون الموجود قدامنا ده. طيب احنا ممكن ما نبقاش عارفين نظبط قوي ال C5 يونتس، يعني همسحهم وهنعيدهم من تاني بالنسبة للابياتك اسيد. تمام، طيب هنعيد الستراكشر بتاع الابياتك اسيد تاني. ونبدأ الايزوبرين يونتس علشان نشوف احنا هنبدأهم منين. اوكي، طيب اليونت الاولانية دي ما كانش فيها مشكلة. تمام، ودي خالص. تمام، طيب هنيجي نبص على اليونت التانية. دي كده اليونت التانية. لما نيجي نبص على اليونت الثالثة، دكتور السلايد راحت. طيب معلش يا جماعة كان في مشكلة بس. طيب كده السلايد واضحة؟ حد بس يقولي كده ال اه طيب تمام. طيب
بس يا جماعة هو ال structure اللي قدامنا اللي هو ال abiotic acid، هو أنا كده ولا كده أنا مش عارفة أعمل ال isoprene unit مش واضحة هنا تمام، لأن هو المفروض ال structure فيه ال COH موجودة تحت. رجعت دلوقتي هوريكوا ال structure الصح، المفروض فيه COH موجودة هنا تحت تمام، فعلشان كده ال units هنا مش ظابطة أوي. هنلاقي إن ال units موجودين معايا، اليونت الأولانية موجودة اللي هي الـ C5 كربون، اليونت الثانية تمام احنا عديناها، ادي اليونت الثالثة اللي هي الدوتت موجودة، اليونت بقى الرابعة احنا كان ناقصنا COH هنا واحد، وكان فيها وفي سبستيتوانت تاني موجود تقريبا هنا. انا هحط لكم الاستراكشر الصح بتاع الابياتيك اسيد، هو الاستراكشر هنا دي بس المين نيوكليس بس مش عليها السبستيتوانت، فانا طبعا مش هجيب لكم في الامتحان حاجة مش واضحة قوي كده. اوكي طيب نكمل مع بعض. ده كده الستركتشر بتاع الابياتيك اسيد تمام، هو في عليه سبستيتوانت سي او او اتش هنا الاسيد وميثايل هنا، دول كانوا اليونت الفاضله اللي احنا ما عرفناش نعدها. تمام واحنا اوريدي عدينا مع بعض اول 3 يونتس موجودين. طيب نكمل مع بعض بقى الكومباوند لما يبقى جاي من ايزوبرين يونت. عندنا مثلا هنيجي نبص على الكامازولين او هنيجي نبص على المنتول. طيب التو كومباوندز دولت احنا ما خدناهمش قبل كده، بس لما هنيجي نبص عليهم هلاقي ان ولا حاجه فيهم هي اروماتيك، فانا كده برضو استبعدت كل الكونستراكتنج يونت الاولانيه سواء اللي جايه من الشيكاميك اسيد او من البوليكيتايد، وما عنديش غير الايزوبرين يونت هي دي اللي ممكن تكون لي السكالكين. طيب لما هنيجي نبص مثلا في الكامازولين هبدا في اي جزئيه اشوف هعرف اعمل منها برانشنج وبعد كده همشي معاها، لو ما طلعتش مظبوطه هشوف هبدا اليونت من ناحيه ثانيه تمام. وبرضو علشان اتاكد ممكن اعد الكربون اتومز هلاقيهم ان هم مالتيبل اوف 5، يعني هلاقيهم مثلا 10 كربون اتوم، هلاقيهم 15 كربون اتوم، هلاقيهم 20 كربون اتوم، سواء بقى ان هو يبقى مونو تربين دايك تربين او يبقى حتى تراي تربين. اوكي وات ايفر هم هيبقوا ازاي. طيب هو الكامازولين عندنا ده 15 كربون اتوم. طيب هنيجي نعدهم مع بعض. هنبدأ مثلا من الموجودة فوق، نقول دي مثلا كده يونت، ناخد اليونت التانية اللي تحت عشان نوضح فيها البرانشنج، دي كده يونت. ناقصين واحدة معانا برضو ناقصين واحدة. انا ليه جايبالكو كل المركبات الاكزامبل ناقصة فيها كربون. ثانية واحدة وبرضو الكامازولين عليه تقريبا، فهنسلم الكامازولين وهنشوف في المنسول. هنيجي نبص على المنسل، المنسل ستراكشر بتاعه كان مظبوط ما فيهوش حاجه ناقصه تمام. انا طبعا مش هجيب لكم ستراكشر يبقى فيه حاجه ميسنج كده. اوكي هو بس بيبقى ساعات الستراكشر بيبقى مرسوم في اكتر من سورس، فبيبقوا شايلين لو في سي او اتش جروب او لو في سي اتش 3 سبستيتوانت او حاجه ساعات بتبقى متشاله من سورس تمام. طيب هنيجي نشوف المنسل. احنا زي ما قلنا برضو احنا استبعدنا كل constructing units اللي هي بتاعه الاروماتيك سكيلتون، مفيش غير ال C5 unit هي دي اللي ممكن تمشي مع السكيلتون تمام. طيب هنيجي نبص من اول لتحت، دي باين فيها قوي البرانشنج. تمام دي كده unit. هنيجي نبص على الثانيه
اوكي وادي كده اليونت الثانيه. فانا كده الاستراكشر اللي عندي ده 2 3 5 يونت تمام. يعني شويه كده هجيب لكم الاستراكشر المظبوط بتاع الكامازولين وبتاع الابياتك اسيد، انا اوريدي كنت حاطاه في المحاضره تمام. هو احنا شفنا كان ناقص فيه ميثايل جروب وكان ناقص فيه سي او اتش جروب، فدول ظبطوا معايا الايزوبرين يونت. الكامازولين تقريبا فيه برضو سي اتش 3 جروب ناقصه، فهحط لكم الاستراكشر الصح هزوده برضو في البرزنتيشن دي وهحطها لكم وهحط لكم عليه لينك تمام. دول كده بقى الكونستراكتنج يونتس اللي احنا شرحناهم مع بعض دلوقتي، ودي نفس السلايد اللي كانت موجوده عندنا في المحاضرات ومعمول عليها الكونستراكتنج يونتس بولد. اوكي فاحنا كده شرحنا مع بعض، اعتقد دلوقتي الموضوع بقى اسهل وبقينا عارفين احنا هنطلع كل كونستراكتنج يونت ازاي من غير ما هي تبقى بولدد عندنا في الاستراكشر زي ما اخدنا مع بعض. وبرضو دولت الاكزامبلز اللي اتكلمنا عليهم، فيتامين اي قلنا الفور ايزوبرين يونتس عديناهم مع بعض، البيتا كاروتين احنا عندنا زي ما قلت لكم عدينا لغايه اليونت اللي هنا دي كنا معدين ال6 ايزوبرين يونت مظبوطين، هو بس ال2 يونتس اللي في الاخر دولت انا بداتهم غلط تمام. فاحنا ممكن عادي نبدا اليونت غلط ونمسح ونظبطهم بحيث انه نعد عدد الكربون اتوم اللي هي الايزوبرين يونتس مظبوطين. اوكي فاحنا هنا لو جينا بصينا ال2 يونتس اللي كانوا ميسنج معايا او انا ما كنتش ظابطه العدد بتاعهم، اوكي ادي اهو الفورك اللي عندي او البرانش اللي فوق، ادي دي كده اليونت الاولانيه وهنا كده اليونت الثانيه تمام. هي كان فيها جزء سبستيتيوشن زياده بس هنا علشان البيتا كاروتين بيحصل فيه سوري هنا ده اللي هو اللينك اللي موجود عندي ما بين ال2 كربون اتومز. اوكي ده بالنسبه للبيتا كاروتين. طيب وده طبعا الابياتك اسيد اللي عديناه مع بعض، وزي ما قلت في الاستراكشر اللي كان محطوط كان ناقص عندنا ال سي او اتش والسي اتش 3 اللي ما كانش ظابط عندنا العدد. كده انا خلصت الريفيجن، فلو في حد بقى عنده اي سؤال في الجزئيه بتاعه الايزوبرين يونتس دي بعد كده في الاخر هشوف مع زميلتنا الجزء بتاع اللي هو الجريسي فولفن لو عديناه بايزوبرين يونت تمام. لو حد عنده سؤال بقى يا جماعه يا ريت بس نعمل ريز هاند. اوكي كده تمام مفيش حد عنده سؤال. تمام ماشي يا جماعه كده انا خلصت، شكرا ليكم. برضو لو في اي سؤال ممكن تسالوني على التيمز تمام. بس دلوقتي حواري بس مع زميلتنا لو احنا عدينا جريسي فولفن بالايزوبرين يونت كده، ممكن الناس لو عايزين يتفضلوا من الميتنج ممكن نتفضل، وبالتوفيق وربنا معاكم يا رب في الامتحان ان شاء الله. معلش الدكتورة كانت سألت بس على جريسي فوزن، ممكن بس تعمل ريز هاند. هي آية تقريبا فول هي آية. دكتور أنا يومنا. اوكي طيب ماشي يومنا اللي كنت سألها في جريسي فوزن. طيب تمام هشوفه معاكي دلوقتي. بس تقريبا آية كانت هتسأل سؤال ولا لأ. اوكي لأ أنا مش هتسأل. طيب ماشي يومنا تمام. اوكي ماشي يومنا. طيب احنا دلوقتي هنيجي نبص على الستركتشر بتاع جريسي فولفن وهنجرب نبدأ ان هو ايزوبرين يونت من البرانش اللي تحت ده تمام. ادي كده ليكا 4 5 مثلا، انا عندي هنا سي 5 يونت. اوكي طيب وهيبقى عندي 2 سي 2 او سي 2 هنا هنا دي بتبقى سي 2 يونت تمام. طيب هنيجي نبص بقى على باقي السكيلتون اللي موجود عندنا كده تمام، ظبطت الرينج اللي هنا دي. لما نيجي نبص بقى على الرينج اللي هنا علينا هي مش هتمشي معايا غير ان هي تمشي سي 6 سي 1 دي هنا كده سي 6 اهي. اوكي وادي هنا السي 1 اللي فاضله هنا اهو
طيب انا لو عملت كده C6C1 دي هلاقي ان هي دي جايه اصلا من شيكاميك اسيد باث واي ومش هينفع لان دولت ميتال ريليتد، يبقى انا كده بفكر في تفكير مش مظبوط. تمام ليه؟ لان انا هنا عندي الـ2 اكسجين اللي موجودين عندي هم جايين من C2 او سوري جايين من بوليكيتايد، هم هنا موجودين ميتال ريليتد، فانا مش هلاقي حاجه تانية تمشي لي الجزئيه دي غير ان انا همشيها بوليكيتايد. يعني انا لازم اخد بالي برضو اذا كان هما اورثو او ميتا. ما احنا قلنا دي اهم حاجة هشوفها في الاول علشان استبعد لو انا ما عنديش بوليكيتايد، يعني انا لو لقيتهم اورثو او لقيت او اتش لوحدها بس خلاص انا كده استبعدت البوليكيتايد. تمام لقيتهم ميتا يبقى خلاص همشي بوليكيتايد. تمام كده؟ تمام يا دكتور. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. على ايه؟ تمام. في اي سؤال تاني؟ تمام. نعم شكرا لكم، ان شاء الله الريكورد بتاع الريفيجن دي هينزل، وبرده الباوربوينت دي برده هتنزل على